مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من المحترف. هنتابع مع حضراتكم النهارده حلقه دسمه جدا. هنتابع مع حضراتكم كل الدوريات التوب 5 ليجز في العالم كله. هنتكلم طبعا على الدوري الانجليزي، تالق واضح جدا لكتيبه محمد صلاح ويورجن كلوب في الدوري الانجليزي، ويعني بدايه ولا اروع. كمان ما ننساش تشيلسي اللي بيظهر مع توخيل المدير الفني الالماني بصوره اكثر من رائعه، وكاد ان يصبح احد افضل الانديه على مستوى البريمير ليج وعلى مستوى العالم. كمان على مستوى الدوري الفرنسي هنتكلم على ميسي، مشكلته وطبعا مع باريس سان جيرمان طبعا بيحقق العلامه الكامله ومفيش مشاكل، لكن من الواضح ان بدايات ميسي على غير المتوقع مع باريس سان جيرمان. طبعا الدوري الايطالي وغياب او رحيل رونالدو عن اليوفنتوس ليه اثار كبيره جدا. أليجري المدير الفني لليوفنتوس كمان عنده مشكله، بدايه يعني سيئه جدا لليوفنتوس في السيريا اه. هنشوف مع حضراتكم كمان تفوق الميلان للانتر، نابولي لغايه دلوقتي بالعلامه الكامله، هنشوف كل ده مع حضراتكم. بجانب طبعا الدوري الالماني واكتساح واضح للبايرن في وجود طبعا دورتموند، وفي وجود عدم وجود طبعا لايبسك من الفرق اللي كانت مميزه السنه اللي فاتت، لكن يمكن بيبتعد عن المقدمه السنه دي. كمان عندنا يعني حاجات كتيره جدا النهارده في الحلقه، ان شاء الله تكون حلقه دسمه بالنسبه لحضراتكم. لكن خلينا نروح يمكن قبل ما نعرف اخبار الصحافه والصحف العالميه، خلينا نعرف اهم الاحداث على المستوى العالمي الرياضي وخاصه كره القدم. وهنبداها مع حضراتكم النهارده يمكن من خلال دور او قرعه كاس الرابطه الانجليزيه. حضراتكم يمكن متابعين ان اليونايتد خسر يعني في دور ال 32 من ويست هام. النهارده كان في القرعه 16 فريق في المنافسه دور ال 16 كلها. طبعا حضراتكم عارفين الكاس وخاصه في انجلترا بيكون في مفاجات كبيره جدا، لكن خلينا نقول طبعا من ابرز الفرق اللي وصلت لدور ال 16 ليفربول، المان سيتي، ليستر، ارسنال، توتنهام، تشيلسي. كمان في فرق زي ما بقول لحضراتكم كبيره خرجت من الدور الثالث من الكاس، وهو طبعا فريق المان يونايتد وهزمته من ويست هام، كمان فريق ايفرتون وخسرته من طبعا كويك بارك رينجرز. القرعه اصفرت يمكن عن مباريات قويه جدا بين فرقتين، فرقه مانشستر سيتي وويست هام. زي ما حضراتكم عارفين ان ويست هام هو اللي خرج يمكن المان يونايتد من هذه البطوله. ليفربول يمكن مباراه الى حد ما مباراه سهله خارج ارضه ضد بريستون نورث اند، ويعني مباراه دور ال 16 ان شاء الله يعني هتكون على النحو التالي. تشيلسي هيلاعب ساوثهامبتون، ارسنال مع ليدز يونايتد، بريستون نورث اند مع ليفربول، ستوك سيتي مع برينفورد، وويست هام مع المان سيتي، ليستر هيقابل مع برايتون، وبيرنلي مع توتنهام، وكوينكس بار رينجرز مع ساندرلاند. كلها مباريات قويه جدا. المباراه دور ال 16 هتبدا يمكن في يوم 25 اكتوبر اللي جاي. حضراتكم عارفين طبعا ان كمان نجمنا محمد صلاح ما شاء الله عليه، يعني محمد صلاح في حته ثانيه او في كوكب ثاني بصراحه. محمد صلاح بيحقق نتائج اكثر من رائعه. النهارده يمكن محمد دخل ضمن قائمة أغلى لاعبي العالم في على مستوى الدخل، في طبعا في ظل التألق اللي يعني محمد صلاح مش السنة دي، يمكن من ثلاث سنين يمكن محمد صلاح عنده عقد رعاية كبير جدا. بجانب طبعا إن كمان في مجلة فورس الأمريكية كتب التقرير حول أغلى لاعبي كرة القدم دخلا في العالم. محمد صلاح جه في المركز الخامس بدخل سنوي ما شاء الله يعني بيقدر ب 41 مليون دولار. ال 41 مليون دولار طبعا 25 مليون دولار ده قيمة الراتب السنوي لمحمد صلاح، بالإضافة ل 16 مليون دولار من عقود الإعلانات. كل التوفيق لمحمد صلاح، يستاهل أكتر من كده كمان. يمكن تصدرت القائمة كريستيانو رونالدو نجم طبعا المان يونايتد بدخل يوازي 125 مليون دولار، منها 70 مليون دولار راتب سنوي و55 مليون ده طبعا من الحقوق التجاريه والاعلانات. ميسي طبعا مع باريس سان جيرمان اكيد طبعا جه في المرتبه الثالثه ب110 مليون دولار، منها 75 مليون راتب و35 مليون من الاعلانات. يجي في المرتبه الرابعه نيمار
ب 95 مليون دولار في المركز الرابع، كيليان امبابي ب 43 مليون دولار، يعني متفوق على صلاح بفارق 2 مليون دولار بس. عايزين نقول يمكن دوت قيمه محمد صلاح، قيمه محمد صلاح كمان بتظهر في العقود، بتظهر في قيمه العقد، بتظهر كمان في القيمه التجاريه. محمد صلاح بقى براند، يعني اي شركه عالميه تتمنى ان يكون محمد صلاح هو الراعي ليها، وبالتالي كل التوفيق ان شاء الله لنجمنا الكبير محمد صلاح. يمكن حرص مسؤولي نادي ريال مدريد امبارح طبعا على تكريم المهاجم الدولي الرائع الفرنسي طبعا كريم بنزيما. كريم بنزيما وصل ل 200 هدف مع النادي الملكي في الدوري الاسباني. ريال مدريد يمكن قال في بيانه بالمناسبه ديت يصل كريم بنزيما الى 200 هدف في الدوري الاسباني، رقم لم يصل اليه في السابق سوى ثلاث اساطير. طبعا كريستيانو رونالدو في طبعا و رويال جونزاليس ب 228 هدف، ودي ستيفانو يمكن نجم ريال مدريد في الستينات ب 216 هدف. يمكن كمان ريال مدريد بعد نهايه المباراه، عقب نهايه المباراه مع ريال مايوكا، قدم طبعا فلورنتينو رئيس النادي الملكي يمكن قميص طبعا تذكاري ل طبعا بنزيما يحمل الرقم 200. واضاف يعني واضاف منذ ظهوره الاول في 29 اغسطس 2009 طبعا ضد ديبورتيفو لا كورونيا، لعب كريم بنزيما 389 مباراه في الدوري مع ريال مدريد. زي ما حضراتكم شايفين صوره رائعه جدا، كريم بنزيما و 200 هدف وتيشيرت يحمل يعني رقم 200. زي ما بقول لحضراتكم كريم بنزيما في فترات كتيره جدا ريال مدريد كان بيلعب مباريات سيئه، لكن يبقى من ثلاث سنين بصراحه يعني بنزيما من افضل مهاجمي العالم، وكمان على مستوى الليجا وعلى مستوى ريال مدريد اصبح من اساطير ريال مدريد. لسه مع ريال مدريد طبعا الموهبه ماركو اسينسو. يمكن حضراتكم اللي بيتابع قاد ريال مدريد للفوز على مايوكا بنتيجه طبعا 6-1، اسينسو سجل ثلاث اهداف هاتريك في المباراه. ده طبعا اسعد كل طبعا اسبانيا بشكل كبير جدا جدا، ويمكن ماركو اسينسيو يعني بالرقم دوت اللي حققه انجاز كبير جدا. انجاز ليه؟ لان هو الاسباني الوحيد يمكن من 2009 اللي حقق هاتريك مع ريال مدريد. طبعا من 10 سنين يمكن صحيفه كمان ماركا الاسبانيه الشهيره قالت ان ماركو اسينسيو بعد ما سجل ثلاث اهداف في شباك ريال مايوركا بات اول لاعب اسباني يسجل هاتريك لريال مدريد في الدوري الاسباني منذ تسجيل طبعا يعني راؤول جونزاليس هاتريك في مرمى اشبيليا سنه 2009. انزاس طبعا بيسجل ثلاث اهداف اكثر من رائعه وبيدي اولويه، واضح جدا ان ريال مدريد السنه دي هيكون ليه شان كبير جدا في طبعا الشامبيونز ليج وكمان على مستوى الليجا الاسبانيه. طيب نبدا فقرات حلقتنا النهارده كمان عندنا الصحافه، تعالوا مع بعض نشوف صحافه العالم قالت ايه عن الدوريات الخمسه الكبرى مع المحترف. طيب تعالوا نبدا جولتنا النهارده طبعا مع الصحافه العالميه، هنبدا في اسبانيا مع جريده ماركا الاسبانيه. جريدة ماركا الأسبانية طبعا ركزت بشكل كبير على فوز ريال مدريد أمام ريال مايوكا 6-1 في الدوري الأسباني، وكتبت أسينسيو إضافة لمهرجان أبيض جديد. طبعا الصحافة تحدثت عن بيان كمان رونالد كومان مدرب برشلونة قبل مواجهة قادش اللي هتتم يمكن خلال ساعات، وكتبت كومان يستسلم. الصحيفة اهتمت بفوز كمان إشبيليا على فالنسيا، وتحدثت أكيد عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب الأسباني السنة اللي فاتت، وكتبت وجهان للبطل. طبعا وجهان للبطل لأن طبعا أتلتيكو مدريد يعني الكيرف طالع ونازل في فوز وفي تعادل، فكان هذا التصريح من هذه الجريدة. طيب لسه في أسبانيا مع سبورت الأسبانية اللي ركزت على لقاء زي ما بقول لحضراتكم قادش مع برشلونة في الدوري الأسباني، وأكيد حاجة الفريق الكتالوني للفوز بهذه المباراة. الصحيفة كتبت اليوم الفوز نعم أو نعم، يعني خلاص ما فيش
اي حاجه غير الفوز امام رونالد كومان وكتيبه برشلونه. كمان الصحيفه تحدثت عن بيان المدرب طبعا الهولندي رونالد كومان خلال الندوه الصحفيه او المؤتمر الصحفي اللي قبل اللقاء، اللي طالب فيه بدعم غير مشروط بالاقوال والافعال. كتبت طبعا غير مستدام، طبعا غير مستدام ده في إشارة إلى عدم شعور المدير الفني رونالد كومان بالأمان والاستقرار في برشلونة. الصحيفة كمان اهتمت بفوز ريال مدريد زي ما قلت حضراتكم 6-1 على ريال مايوركا وعودة للصدارة أو لصدارة الدوري الأسباني، وكتبت هاتريك لماركو أسينسيو. طبعا ده يعني علامة أو المباراة الكبيرة جدا والأهداف الكبيرة جدا، وريال مدريد بيفوز 6-1. طيب نسيب أسبانيا ونروح لفرنسا، تحديدا طبعا مع جريدة لكيب الفرنسية اللي ركزت كمان على فوز باريس سان جيرمان على ميتس 2-1 بصعوبة وبفضل طبعا هدفي المغربي أشرف حكيمي. وكتبت حكيمي في الهجوم، اهتمت كمان بتعادل أولمبيك مارسيلي سلبيا امام انجي في الدوري الفرنسي، واكيد احداث الشغب اللي يمكن شاهدها اللقاء، وكتبت الكراهيه العاليه. صحيفه نسيب فرنسا ونروح لايطاليا، الصحف الايطاليه تحديدا كوريري دي سبورت ركزت على فوز يوفنتوس الاول. تخيلوا فوز يوفنتوس الاول لهذا الموسم الصعب طبعا 3-2 على حساب سيفيزيا الايطالي. كتبت اليوفنتوس الخلاص، يعني كتبت بما معناها اخيرا يعني اليوفنتوس يفوز بمباراه. كمان الجريده تحدثت عن فوز الميلان على فينيسيا 2-0 ومزحمت طبعا الانتر في الصداره، وكمان لقاء نابولي وسامدوريا، وكتبت ميلان يزاحم انتر. ميلان ونابولي طبعا يعني بيزحموا، كمان نابولي كمان لغايه دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم بالعلامه الكامله ومنتظر مباراه كمان في الدوري الايطالي. الصحيفه كمان اهتمت بروما امام اودونيزي وتورينو اللي هيلعب امام لاتسيو في روما. لسه في ايطاليا مع توتو سبورت اللي ركزت على فوز تاني اليوفنتوس الصعب جدا على سيفيزيا 3-2 وهو الاول في الدوري الايطالي بالنسبه لليوفيتو واليوفنتوس. وطبعا قالوا أليجري ينتصر، اخيرا أليجري المدير الفني لليوفنتوس يفوز بمباراه في السيريا آ. طيب تعالوا من ايطاليا نروح على انجلترا، تحديدا طبعا صحيفه ميرور الانجليزيه اللي قالت اكثر مما ينبغي للاتحاد الاوروبي بيهاجم طبعا مخطط اقامه كاس العالم كل عامين بسبب خطورته على اللاعبين يعني طبعا. وكمان ركزت على فرحه نويل بعد طبعا اقصاء المطارق طبعا بيتكلم على الويست هام وفوزه واقصائه للمان يونايتد من كاس رابطه الانديه. اخر صحيفه معانا من انجلترا صحيفه ديلي ستارت قالت صدمه اولى امام ويست هام، وكتبت كذلك الحرب العالميه الثانيه. طبعا الاتحاد الاوروبي بيهاجم بشده خطط الفيفا لتنظيم كاس العالم كل عامين. زي ما بقول لحضراتكم يمكن الويفا او الاتحاد الاوروبي يعني بيعارض بشكل كبير جدا، وزي ما بقول لحضراتكم يمكن في حرب دائره دلوقتي ما بين الاتحاد الاوروبي والفيفا اعتراضا من الاتحاد الاوروبي على يعني اقتراح الفيفا بتنظيم كاس العالم كل سنتين. طبعا هو بيقول الموضوع ده هيبقى صعب جدا جدا، ولكن الفيفا اعتقد مصممه او عندها قرار او عندها اتجاه لاقامه كاس العالم كل سنتين. هنشوف الحرب الدائره ما بين الاتحاد الاوروبي والفيفا هتوصل لايه، لكن لسه عندنا فقرات كتيره جدا جدا هنا مع المحترف هنتواصل مع حضراتكم بعد الفاصل. معانا الاستاذ محسن لملوم هنتكلم بالتفصيل عن الدوريات الاوروبيه الكبرى، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف، برحب مع حضراتكم بضيفنا النهارده في البرنامج الناقد الرياضي المتميز الاستاذ محسن لملوم. هنتابع معاه ونتكلم عليه بالتفصيل عن الدوريات الاوروبيه، يمكن بعد الجوله الخامسه من خاصه الدوري الانجليزي رؤيته ايه خاصه في الدوري الانجليزي. طبعا يعني كلنا بنتابع محمد صلاح وانجازاته. استاذ محسن بنرحب بيك. اهلا بيك يا كابتن. اهلا، منورنا ومشرفنا. بنور حضرتك. خلينا نبدا مع سؤال كده عام، يعني بعد الجوله الخامسه خمس اسابيع من الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم،
شايف الصفقات الكبيرة بالنسبة للدوري الإنجليزي ليها ملامح تأثير، وهل نقدر من دلوقتي بعد 5 جولات تبقى تظهر بعض الملامح للفرق، مش هقول مين اللي هيكسب الدوري، لكن الفرق اللي ممكن تنافس بشدة على الحصول على البريمير ليج؟ اولا بالنسبه للصفقات، اكيد طبعا الصفقات مؤثره جدا، تحديدا صفقتي كريستيانو رونالدو في اليونايتد اللي انسجم سريعا جدا 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 وسجل 3 اهداف في مباراتين في مع فريقه في الدوري الانجليزي، وطبعا روميلو لوكاكو مع تشيلسي اللي هو فارق معاه جدا، ما سجلش كتير ولكن بصراحه يعني صفقة مهمة جدا ومحترمة جدا، ليس فقط لتشيلسي ولكن حتى للدوري الانجليزي بشكل عام. دول يمكن اهم الصفقات اللي كان لها تأثير قوي في الدوري الانجليزي. بعد مرور 5 جولات الملامح طبعا صعب جدا في الدوري الانجليزي تقول دلوقتي مين، زي ما قلت حركة انه مين اللي يفوز بالدوري مبكرا، لكن نقدر نقول ان الملامح في المربع الذهبي ممكن تكون شوية بانت بلا شك. طبعا تشيلسي وليفربول في حته تانية خالص، وسبحان الله هما الاثنين متساويين في كل شيء، حتى في عدد الاهداف اللي سجلوها، في النتائج ماشيين مع بعض بالظبط بشكل كبير جدا، 13 نقطه لكل واحد، كل واحد مسجل 12 هدف، كل واحد عليه هدف، حقق 4 انتصارات وتعادل، حتى التعادل كان هما الاثنين مع بعض ما دخلش اي، يعني كل واحد فيهم ما دخلش مرماها هدف الا من المنافس الثاني في المباراه اللي كانت اقيمت في الانفيلد يمكن في الاسبوع الثاني. فدول الابرز شويه. طبعا مانشستر سيتي حامل اللقب هيعاني بصراحه في الموسم هيعاني طبعا. طب خليني اقول لك، يمكن انت عارف مكاتب المراهنات هناك مكاتب رسميه، ويمكن النهارده موقع تويتر، الموقع الرسمي لتويتر للاتحاد الانجليزي، نزل يعني توقعات، يمكن المكاتب هناك رشحت بشكل كبير 31% ان تشيلسي هيفوز باللقب، يمكن جه في المركز الثاني السيتي يمكن 29%، ليفربول 21%، المان يونايتد يمكن ب 19%، وخرجت طبعا توتنهام وخرجت الارسنال ب 0%. شايف التكهنات دي ممكن تكون صحيحه؟ هل يعني تشيلسي هو دلوقتي المرشح الاقوى للحصول على البريمير ليج؟ والسؤال الثاني، سولشاير المدير الفني للمان يونايتد عليه علامه استفهام، وبعض يعني بعض الصحف او بعض الرومرز كده بيقول ان زيدان بيسخن، زين الدين زيدان بيسخن يعني لتولي المسؤوليه في المان يونايتد. انت شايف ده ممكن وارد ان المان يونايتد في الاسابيع اللي جايه يكون زين الدين زيدان هو على راس القائمه الفنيه؟ وشايف هل تشيلسي هو الاقوى، المرشح الاقوى دلوقتي للفوز في البريمير ليج؟ بدون شك تشيلسي هو المرشح الاقوى في وجهه نظري الشخصيه بصراحه، هو اقوى فريق في يمكن في اوروبا كلها، مع كامل احترامي لفريق باريس سان جيرمان اللي ضم كوكبه النجوم اللي احنا عارفينهم، واي فريق تاني بصراحه. هو الدوري الانجليزي طبعا هو الاقوى، وتشيلسي هو الاقوى في الدوري الانجليزي رغم التساوي تماما مع ليفربول في كل شيء زي ما قلنا، لكن كفه تشيلسي تعتبر في وجهه نظري اقوى شويه، لانه فريق شرس يعني، حتى في رغم ان النتائج هي نفس النتائج بتاع ليفربول، لما تيجي تشوف مثلا هبقى نتكلم بعد شويه على مباراته مثلا مع توتنهام، افترس توتنهام في 45 دقيقه او في اقل من 45 دقيقه، يمكن في 40 دقيقه، فريق متكامل، وحتى كل شيء. نتكلم على الدكه ولا يرحم جدا أحد. ها؟ ولا يرحم احد يعني، النتيجه كانت 2-0 وبيسجل الهدف الثالث في البلس 90، يعني بصراحه فريق متكامل. انا طبعا مع مكاتب المراهنات ان هي ماشيه مع الواقع، لكن مش مع ان هو مستبعد ان هو جايب السيتي الثاني ومستبعد ليفربول شويه، يعني مش مخليه في المركز الثاني، لا انا في وجهه نظري ان ليفربول هو المرشح معاه الاقوى للمنافسه على اللقب، مش السيتي. السيتي السنه دي مع يمكن جيرليش بس اللي جابه، يمكن كان عنده وعد الناس بصفقات زي رونالدو وخرج منه اجويرو، يعني في النهايه ما عملش ده، حتى ما بقتش ماتشاته بالقوه، الله اعلم طبعا ايه اللي ممكن يحصل في الفتره الجايه. بنتكلم على 5 جولات اللي حصلوا، رقم 1 تشيلسي، رقم 2 ليفربول، هم الاقوى. قصه سولشكار في اليونايتد، يمكن كانت الديلي ستار الصحافه الانجليزيه الشهيره كانت بعد هزيمه اليونايتد من يانج بويز في اول الجوله الاولى في دور الابطال، كانت حتى خدت لهم عنوان ستيوبيد بويز، يعني انتوا اولاد اغبياء، وقالت ان هو حللت حاجه مهمه جدا، قالت ان الفريق ما كانش محتاج رونالدو، هو رونالدو طبعا اضافه وبيسجل من ربع فرصه، وسجل مع الفريق انسجم سريع وسجل 4 اهداف في 3 ماتشات، لكن يبقى للفريق اصلا ما كانش عنده مشكله في الهجوم اساسا. صحيح. السنه اللي فاتت حضرتك تتذكر ان هو كان تاني الدوري وكان تاني اقوى هجوم في البريمير ليج، فمش محتاج اصلا، مشكلته مش في الهجوم، كانت مشكلته في الوسط، وده اللي يمكن عامل له التذبذب، رغم ان الفريق بيضم واحد زي بوجبا، يعني بقيه العناصر كويسه، لكن في النهايه دي اللي يمكن المدخل شويه، يمكن وجود رونالدو تحديدا غطى على بعض عيوب المدرب هل تفتكر وجود رونالدو مع
يعني بعض التقاهنات ان يمكن زين الدين زيدان في بعض الكلام انه يتولى هذه المسؤوليه، ممكن يكون لرونالدو كمان دور. عارفين طبعا النجوم الكبار في الليفل ايه بيكون لهم تاثير حتى على صناع القرار بقدوم مدير فني او اخر. يعني وارد جدا، هو كان معاه طبعا في الثلاثيه الشهيره في ريال مدريد من كام سنه ما حقق زيدان طبعا ثلاث دوري ابطال ورا بعض، ما حصلتش يعني ما حصلتش طبعا من زمان يعني، لكن في العصر الحديث ما حصلتش وما حدش يقدر يعملها طبعا في ظل القوه المنافسه القويه في اوروبا عامه في دور الابطال. فزين الدين زيدان قدر يعملها في ريال مدريد، وكان معاه كريستيانو رونالدو في الثلاثيه، ولما رحل زيدان ورحل رونالدو مع بعض. صحيح. بعد الثلاثيه مباشره، ويمكن دي اللي وقعت ريال مدريد بعد كده. المره دي لو حصل هيبقى شيء رائع جدا، وهيكون لرونالدو راي فيه. رونالدو في الحته دي ذكي شويه يعني، حتى لما تشوف التغيير بتاعه بيطلع بيرحب بالناس بيسلم على الناس، ما عندوش مشاكل يعني، هو بيراعى كويس جدا ان هو عنده 36 سنه، بعكس مثلا ميسي في الحته دي اما عمل مشكله لما نيجي لها طبعا نتكلم عليها مع المدير الفني بوتشينيو في واضح التاقلم، واضح ان رونالدو مع المان يونايتد داخل بسرعه الاجواء بالنسبه له. يعني طبعا ده حب الجماهير وعودته طبعا ده ذكاء اللاعب كمان. صحيح. ده يحسب ليه هو ان هو يعني حتى المنتقدين لليونايتد قالوا ازاي بتدوا الواحد 500,000 استرليني وما بياخد ربما 80,000 استرليني تحديدا في الاسبوع للاعب عنده 36 سنه؟ ده رقم كبير جدا. رقم كبير جدا، بس مش كبير جدا على كريستيانو رونالدو اللي هو على اسهم البورصه حتى الفريق يونايتد اول ما انضم على طول. صحيح. ارتفعت بنسب عاليه جدا. هو يعني مؤسسه انضمت لي هو انا بعتبره مؤسسه انضمت لفريق اليونايتد بيقوي من نفسه وبيزيد من نفسه وبيزيد طبعا من اليونايتد، ولو حصل لزين الدين زيدان وجاء اليونايتد هيبقى بصراحه متكامل الفريق. صحيح. طيب تعالى انا وانت نتابع مع الساده المشاهدين يمكن نتائج الجوله الاخيره والجوله الخامسه من البريمير ليج، نشوف بعض الملامح، نشوف ليفربول واقف فين، نشوف تشيلسي كمان، نشوف المان يونايتد، وطبعا في اخفاق كبير جدا للارسنال، لكن زي ما بقول لك الاسبوع الخامس، لكن لسه الملامح، لكن بيبان بعض الفرق على المستوى على المستوى الكبير. طبعا دي النتائج، خلينا نتكلم نتائج نيوكاسل طبعا تعادل مع ليدز 1-1، وولفرهامبتون هزيمه 2-0 من برينتفورد، ليفربول الفوز 3-0 على كريستال بالاس، المان سيتي التعادل مع ساوثهامبتون، نورش سيتي والهزيمه من واتفورد 3-1. بيرنلي هزيمه من الارسنال فاز 1-0، استون فيلا الفوز 3-0 على ايفرتون، وستهام يونايتد وهزيمه من المان يونايتد 2-1، برايتون بيفوز على ليستر سيتي 2-1، توتنهام بيخسر 3-0 من تشيلسي. في بعض المفاجآت بالنسبه لك بعض النتائج ولا كلها؟ لا مش المفاجآت، بس الاثاره يعني مباراه اليونايتد وستهام، الكامباك اللي عمله اليونايتد خارج ارضه ان هو بيبقى متاخر بهدف سجله من رحمه الجزائر، وبعدين بيرجع رونالدو بيسجل، وبعدين جرينوود بيسجل هدف بيصالح بيه نفسه وبيصالح بيه جمهوره. صحيح. بعد طبعا الاخفاق اللي عمله في مباراه اليانج بويز في السويدي في دور الابطال كمان، مش بس هو صالح الجمهور بالهدف اللي سجله الهدف في الوقت المتاخر المباراه، لكن كمان الحارس دخيا قدر يصد ضربه الجزاء اللي احتسبت في البلاس 90 كتخلي اليونايتد يتراجع فيما لو سجلت هدف، لكن طبعا صدها فقدر اليونايتد يحافظ على الصداره مع او يعني ياتي بعد طبعا تشيلسي وليفربول مباشره، وفرق بس الاهداف او الحاجات زي كده، لكن هو بنفس رصيد النقاط ده هو اللي بيخلي اليونايتد ما زال في الصوره. دي النقاط بس اللي حصلت يعني في مباراة وستهام واليونايتد. طيب خلينا نتكلم على مباراة ليفربول وكريستال بالاس وتألق محمد صلاح كالعادة، ما شاء الله محمد صلاح بيحقق أرقام كبيرة جدا جدا. طبعا. محمد صلاح وصل للرقم 101، نشوف الأرقام معاكم ومن خلالها نبدأ نتكلم خاصة على محمد صلاح. طبعا 3-0 لصالح ليفربول، الفرص 5 يعني طبعا ما حققش منها كريستال بالاس ولا هدف، 10 فرص لليفربول حقق منها 3 اهداف، الاهداف المتوقعه كانت 1.03 ده بالنسبه لكريستال بالاس. لليفربول نسبه اهداف متوقعه كبيره جدا 3.3، نسبه الاستحواذ 57 مقابل 43 لصالح ليفربول، التمريرات لكريستال بالاس 373 منها صحيحه 266 بنسبه 79%، لليفربول 503 تمريره منها 426 صحيح بنسبه 85%، تصويبات على المرمى 11
لكريستال بالاس، ما بين القائم والعارضه 3 و25 تسديده ليفربول، ما بين 11 ما بين القائمه والعارضه، 8 عرضيات لكريستال بالاس، 18 لليفربول، 5 ركنيات لكريستال بالاس، 10 ركنيات ليفربول. واضح محسن من الارقام اكتساح واضح جدا على مستوى الارقام، على مستوى الاستحواذ، على مستوى كمان الاهداف المتوقعه. شفت المباراه دي ازاي؟ يعني الاحصائيات دي بتقول لنا ان المباراه الى حد ما يعني فيها يعني تفوق لليفربول، بس مش قوي يعني، هتلاقيها تقريبا 58 حاجه و40 فالاستحواذ حتى، ولكن على الحقيقه كانت يعني اكتر من كده بكتير تفوق على ارض الواقع يعني. على ارض الواقع كان التفوق كاسح لليفربول بصراحه. ثلاثيه انا شايفها كمان مع الرأفه بيهمنا طبعا فيها، سعداء طبعا لما كابتن محمد صلاح هو اللي بيسجل كل مره وبيتصدر قائمه الهدافين باربع اهداف في بطوله فيها كريستيانو رونالدو يا جماعه، بيجي الثاني بعديه بثلاث اهداف، فده كويس جدا. وحسنا بصراحه احنا يا رب يستمر على كده، لان ده بيجي قبل مباراتين مهمين جدا لمنتخب مصر مع ليبيا، اللي صحيح. الحمد لله طبعا انجلترا او بريطانيا شالت مصر من الدول العلامه الحمراء او الريد زون بالظبط، ريد زون، عشان يبقى يقدر يجي ان شاء الله ويلعب مباراتين ليبيا، لان دول بالنسبه لنا يعني ان شاء الله المكسب فيهم هما الاثنين بيأهلك للمرحله الثالثه والاخيره لكاس العالم. فكل ما بيتالق صلاح ده بيبقى شيء رائع، وبيبقى بالنسبه لنا سبورت ليه هو طبعا والليفربول اللي احنا بنشجعه، فريقنا في الدوري الانجليزي صحيح. ومنتخب مصر بعد كده. كل التوفيق لصلاح، لكن كمان على مستوى القمه كان في مباراه قمه ما بين تشيلسي وتوتنهام، مباراه يعني الديربي اللنداني. شفت المباراه دي ازاي؟ ولا حد كان يتوقع النتيجه، رغم يعني انا كنت اتوقع طبعا تشيلسي يكسب، لكن حدش كان يتوقع النتيجه دي، خصوصا اول مباراه لليونايتد في الدوري الانجليزي السنه دي، هزم حامل اللقب مانشستر سيتي، وقلنا خلاص ان هو جاي بقوه وابقى على لاعب بقيمه هاري كين اللي كان جاله عرض ب 100 مليون يورو او جنيه استرليني مش متذكر من السيتي، وفشل في ده السيتي، والحمد لله انه فشل فيه، لان بصراحه كين الفرقه لوحده، ومع ذلك ابقى على عليه وبدا ينافس وكان على القمه، الا ان المباراه دي جت بصراحه ما يعني بالعامه كده او العاميه توتنهام ما شافش في المباراه. صحيح. طب يعني هراجع معانا وانت برضو الاحصائيات المباراه، طبعا 3-0 لصالح تشيلسي، الفرص 13 لتشيلسي ما بينهم طبعا 3 اهداف مقابل 3 فرص بس لتوتنهام ما قدرش يسجل منهم. الاهداف المتوقعه 3.4 لصالح تشيلسي، الاهداف المتوقعه 0.5 لتوتنهام، نسبه الاستحواذ 53 مقابل 47 لصالح تشيلسي، التمريرات 569 تمريره منها 501 صحيحه بنسبه 88% لصالح تشيلسي مقابل 508 تمريره منها 431 صحيحه بنسبه 85% لتوتنهام، التصويبات على المرمى 19 تشيلسي ما بينهم 11 ما بين القائمه والعارضتين مقابل 5 تصويبات، 2 منهم ما بين القائمه والعارضتين لتوتنهام، عرضيات 17 تشيلسي 10 توتنهام، الركنيات 11 تشيلسي 5 توتنهام. برضو على الارقام ديت التفوق مش كاسح، لكن النتيجه صح. كبيره 3-0 على ارض توتنهام. ده بيثبت او ده بيدي انطباع ان فعلا فريق تشيلسي فريق لا يقهر. هل توخل انت شايف ايه يعني الوصفه السحريه اللي توخل عملها مع تشيلسي؟ يعني توخل بصراحه الوصفه السحريه مش من دلوقتي، الوصفه السحريه من ساعه ما مسك الفريق ده في نص السيزون السنه اللي فاتت، وقدر يتصاعد بيه لحد ما خد بيه دوري ابطال اوروبا ويدخل بيه المربع الذهبي للبريمير ليج، وهو بصراحه كمل بقى بلوكاكو وتسيد او تصدر الدوري الانجليزي عن جدارة واستحقاق. اعتقد ان هو قدر يوظف اللعبة بشكل كويس، يمكن قبل كده كانت مشكله لامبارد ان هو كان الفريق هش، يعني كان ممكن يتغلب على ارضه عادي جدا بهدفين وما فيش مشاكل، وحتى جمهوره كان بيبقى متقبل الكلام ده. المره دي بقى بيكسب بره وجوه وفي كل حته، بصراحه بقى فريق متكامل. يمكن الاخفاق الوحيد ليه ما يعتبرش اخفاق، اللي هو فقد نقطتين قدام ليفربول اللي هو فريق قوي جدا لا يقل عنه، وفي في في الانفيلد بجمهوره اللي هو بنسميه جحيم الانفيلد لما بيكون بجمهوره. تشيلسي طبعا المعادله دي يمكن قريبه شويه في الاستحواذ، ليه؟ لان اللي عمل الكلام ده الشوط الاولاني، لكن الشوط الثاني توتنهام ما راحش الملعب، يعني ما طلعش من غرفه الملعب، استحواذ كامل لتشيلسي وفرص كبيره من البدايه في 40 دقيقه. انا مش بسميها ان هو هزم توتنهام، مش تشيلسي، مش البلوز هزم السبيرز، هم افترس يعني ده دوري الاسود. صحيح. هو افترسه بصراحه، بالرغم خلي بالك محسن برضو بدايات توتنهام مع نونو سانتو طبعا المدير الفني لتوتنهام، بدايه كانت قويه جدا، الفوز على حامل لقب مان سيتي 1-0، والكل بصراحه كان منتظر نتائج افضل،
لكن تعالوا مع بعض نشوف طبعا نانو سانتو المدير الفني لتوتنهام قال ايه بعد المباراه ونرجع مع حضراتكم. Previous game, yeah, Ari started on the left, really high, and things went. ما نحاول فعله هو أن نتحسن، وكلنا يتوجب علينا التحسن. علينا أن نكون واعين باللحظة التي نعيشها وأن نتحسن من خلال التنافس، لأننا لا نملك الكثير من الوقت، لذا علينا أن نواصل المحاولات، أن نحسن أداءنا من ناحية عدد الأهداف المسجلة والاتساق وفي كافة مناحي المنافسات. أمامنا فرصة أخرى لفعل ذلك. The way that we do things, how we want to do it, everybody has to be involved on. ده طبعا نانو سانتوس المدير الفني لتوتنهام وتصريح عقلاني لحد ما يعني واقعي جدا ودايما دايما يتميز يمكن سانتو بالواقعيه والهدوء في المؤتمرات الصحفيه. بالظبط يعني هو حتى لو هتلاحظ ان هو ما اتكلمش قوي على المباراه اكتر، طبعا اكيد اتكلم يعني، بس هو اكتر على اللي جاي. احنا المفروض نحسن من نفسنا، المفروض نسجل اهداف، لان هو قدام فريق غول ما يقدرش يعمل اكتر من، ليس في الامكان افضل مما كان. ده بالعكس، ده هو كان ممكن النتيجه كمان تزيد اكتر من كده قدام انهيار توتنهام خالص في بشكل كبير جدا في الشوط الثاني تحديدا، وتوهج تشيلسي بصراحه في كل ارجاء الملعب في كل. طب عايز اسالك، هو طبعا هاري كين مهاجم رائع، ولكن طبعا بيبقى الى حد كبير مختفي في المباريات، وخاصه يمكن المباريات الكبيره ما بيظهرش فيها بالشكل المناسب. هل تفتكر يعني عدم انتقاله لسه مأثر فيه نفسيا؟ هل عقم يعني هاري كين في بعض المباريات يكون سبب في خساره نقاط كتير لفريق كبير زي توتنهام؟ مفيش البدائل، مفيش اللاعب وسط الملعب يمكن يعني يقدر يسجل لو هاري كين ما كانش في الفورمه المناسبه. يعني انا اختلف مع حضرتك، انا شايف العكس، لان هو توتنهام مش بياخد البطولات، مش بياخد الدوري الانجليزي، مش بينافس على الدوري الانجليزي. هو بس يمكن صعد بس 2018 او 2019 قدام ليفربول في نهائي دوري الابطال وخسر، لكن رغم ذلك بنلاقي توتنهام هو بينافس يا اما هداف الدوري يا اما بينافس على هداف هاري كين. هاري كين يا اما مع صلاح ايكوال، كان هو وصلاح وساديو ماني من السنه اللي فاتت، هو خده لوحده، اللي قبليها كان هو وصلاح ومش عارف وساديو ماني، ومع ذلك هو بيحاول. اعتقد حته الانتقال يعني هو نفسه لو كان عايز ينتقل كان ينتقل، يعني حتى اعتقد ده اتفاق تم ما بينه وبين رئيس النادي، ان هو بعد اول مباراه كان اجلسه حتى على دكه البدلاء ما لقاش، كانت ساعتها قلنا ان يبقى في مشكله، لكن اجتماع تم بينه وبين رئيس النادي بالتراضي، خلاص احنا هنكمل وخلاص مش هتروح السيتي. هو بقى متقبل ده، يعني الشيء بشيء بيذكر زي امبابي كده مع باريس سان جيرمان وباريس سان جيرمان نفس القصه، فهو متقبل ده، فما اعتقدش ان هو عنده حته ان ده مأثر عليه. لكن بوجبا كمان مع المان يونايتد اعتقد نفس الاتفاق، يمكن انتقال بوجبا وهم اتفقوا معاه ان يمكن السنه الجايه يكون متواجد في ريال مدريد. طب تعالوا نشوف معاك برضو محسن ترتيب او جدول ترتيب البريمير ليج بعد الجوله الخامسه، نشوفه مع حضراتكم. طبعا في المركز الاول تشيلسي نفس عدد النقاط مع ليفربول في المركز الثاني، نفس عدد النقاط مع المان يونايتد في المركز الثالث، برايتون المركز الرابع ب 12 نقطه، المان سيتي في المركز الخامس ب 10 نقاط، ايفرتون في المركز السادس ب 10 نقاط، توتنهام في المركز السابع بتسع نقاط، ويست هام يونايتد في المركز الثامن بثمان نقاط، برينتفورد في المركز التاسع ثمان نقاط، المركز العاشر استون فيلا بسبع نقاط، واتفورد في المركز ال11 بست نقاط، ليستر سيتي نفس عدد النقاط في المركز ال12، ارسنال في المركز ال13 بست نقاط، وكريستال بالاس في المركز ال14 بخمس نقاط، ساوثهامبتون 15 باربع نقاط، وولفرهامبتون في المركز ال16 بثلاث نقاط، ليدز يونايتد المركز ال17 بثلاث نقاط، نيوكاسل يونايتد في المركز ال18 بنقطتين، وبرنلي في المركز ال19 بنقطة واحدة، نورتش سيتي زيرو من النقاط في المركز الأخير. تعليقك على الجدول؟ يمكن الجدول طبيعي، ولكن الأرسنال لا الارسنال يعني والله برضو منطقي، يعني هو في السنوات الاخيره
من بعد حقبه فينجر هو بصراحه، او مش حقبه فينجر، قبل ما قبل مرحله فينجر بسنتين كده او ثلاثه، وهو فريق بصراحه ضايع تماما، يعني بيحقق ارقام سلبيه ما حصلتش من سنين. يعني السنه دي كان يمكن اول مره مش عارف من 20 سنه ولا 30 سنه انه ما حققش مثلا ولا نقطه من اول ثلاث مباريات، بيخسر نتائج كبيره جدا. صحيح. مع انه عمل صفقات كتيره السنه دي، بس برضه ما اعرفش، تحس النادي ده غريب جدا. يعني اي فريق اي فريق بيتطور وبيكسب. على ليستر سيتي ده جاء من تحت وخد الدوري الانجليزي وبعدين تراجع وخد بعد كده بطولات، لكن وينزل تاني عادي. لكن ارسنال موجود بالاسم فقط، للاسف كان الله في عون محب الجانرز، اللي هم يعني حتى كان بيطلع كده كوميكس ظريف يقول لك الاسم اللي هو اللاعب هنري اللي هو بتاع فرنسا تيري هنري. يقول لك الاسم تيري هنري والمهنه طورت الناس في تشجيع ارسنال. ده صحيح تماما بصراحه، لان الناس كانت بتحب تيري هنري، وكانوا عاملين موسم في 2005 يعني بصراحه كانوا عاملين مواسم رائعه جدا في الدور، يعني لما خسروا دور الابطال خسروا قدام برشلونه في عز مجده، وكانوا متقدمين 1-0 في 2005 وبعدين رجعوا تاني وخدوا الدور الانجليزي بدون هزيمه. يعني بصراحه فريق متكامل، وكان معاه ارسن فينجر كان عامل شغل عليه جدا. بعد كده ما شافش بعد كده. انت لسه بتقول الله يكون في عون مشجعي الارسنال، وانا بقول لك كمان الله يكون في عون مشجعي برشلونه، لان هنروح للدوري الاسباني. ايه اللي بيحصل في برشلونه يعني كلنا قلنا اكيد ميسي هيبقى ليه اثار سلبيه على الفريق. صحيح. لكن شايفين على مستوى الاداء، على مستوى النتائج، برشلونه بيقدم أسوأ مبارياته فعلا. يعني اللي عمله برشلونه في فرق اوروبا كلها في الليجا من حوالي 10 سنين بيدفع ثمنه دلوقتي. يعني حتى باين قوي في تصريحات رونالد كومان امبارح، ان ده ما عملش مؤتمر صحفي لمباراه قادش، ده جاء قال بيان ومشي، ما رضيش يتكلم مع حد وما رضيش يرد على حد. وبعدين المباريات كلها لا تنتظر المعجزه في دور الابطال، ده انا احنا يعني احنا خارجين. وفي الليجا احنا خسرنا ميسي اللي هو اللاعب العظيم، احنا مشي من عندنا سواريز، احنا اجويرو اصيب. طب امال انتوا بتعملوا ايه؟ طب انت موافق ليه على حاجه زي كده؟ ممكن يرحل. طبعا هو ممكن يرحل النهارده بالمناسبه، في ما طبعا في مباراه مع قادش يعني. يعني شوف، تخيل برشلونه ممكن يرحل بسبب قادش، لانه طبيعي جدا اخر مباراه على ارضه متعادل بالعافيه وبشكل افضل قدام غرناطه في الدقيقه 90 في الدقيقه 90 قدام غرناطه، وكان قبلها خسران مع الرقفه بثلاثيه نظيفه قدام البايرن. يعني دي حاجات التاريخ ما بينساش الحاجات دي. انت اخر مباراه بينكم الفريق ده خسران 8، المفروض المباراه دي على ارضك تسترد بقى كرامتك كرويا، يعني تسأر كرويا، لكن انت استسلمت تماما وبتتقبل الهزائم. لا بصراحه الفريق رغم ان هو بيعاني، طب انت سبت سواريز اللي هو النهارده متالق مع اتلتيكو مدريد، سبت ليه جريزمان مثلا، يعني طب ما انت سبت ميسي وجايب اجويرو اللي هو كان عشان يلعب مع ميسي، فميسي مشي. يعني مشاكل كتيره جدا في برشلونه. على الجانب الاخر في تالق واضح من ريال مدريد في الدوري الاسباني. نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل مع المحترف. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بك مره ثانيه يا استاذ محسن معانا. وكنا بنتكلم على مشاكل برشلونه وبنتكلم على البدايه السيئه جدا لبرشلونه، لكن على الجانب الاخر ريال مدريد يعني بيقدم مباريات ولا اروع. وخلينا انا وانت بس نشوف كمان نتائج يمكن الجوله الاخيره للدوري الاسباني، لان عايزين نعرف كمان ايه اللي بيحصل برشلونه. هل برشلونه يعني فقد تماما الثقه بنفسه وبعد تماما عن المقدمه؟ دي النتائج: ختافي الهزيمه من اتلتيكو مدريد 2-1، اتلتيكو بالباو اتهزم 2-1 من رايو فالكانو، ليفانتي خسر 2-0 من سيلتا فيكو، اسبانيول والفوز 1-0 على ديبورتيفو الافيس، اشبيليا الفوز 3-1 على فالنسيا، ريال مدريد والفوز الكبير جدا بنتيجه 6-1 على ريال مايوركا، فيا ريال الفوز على التشي 4-1 برضه نتيجه كبيره، اوساسونا يعني المباراه ما بين اوساسونا وريال بيتيس وغرناطة وريال سوسيداد يمكن بتجرى الان. وطبعا المباراه الختاميه في هذه الجوله ما بين برشلونه وقادش الساعه 10. تتوقع لو في مشكله او حصل اي اخفاق، لان النهارده بقى يعني كل الجرايد وكل الصحف الاسبانيه بتتكلم على مباراه قادش وبرشلونه، الفوز ثم الفوز ولا غير الفوز، هل تتوقع يكون في تغيير في الإدارة الفنية لفريق برشلونة لو حصل حاجة النهاردة في المباراة؟ التغيير في الإدارة الفنية لبرشلونة قادم،
يعني ان ما حصلش النهارده يحصل الاسبوع اللي جاي يحصل. الموضوع منتهي، هو كومان كده خلاص ببيانه اللي اصدره امس واضح ان هو افلس مع الفريق، يعني ما بقاش عنده حاجه، هي مساله وقت مش اكتر. يعني ان فاز النهارده يعني كان سهل جدا ان انت تقول برشلونه قادش، الموضوع محسوم يعني حتى لو هيلعبوا بالصف الثاني. لكن مع المستوى السيء جدا لبرشلونه توقع اي شيء، يعني لما فريق بما مغلوب على ارضه لحد وقت متاخر من المباراه من غرناطه وهو اللي بيتعادل بشق الانفس، ده توقع منه اي حاجه. الفريق مهلهل تماما، فريق ضايع على كل المستويات بصراحه، منهك في كل شيء، حتى اقتصاديا برشلونه الدنيا ضايعه بصراحه معاه في الفتره الاخيره، وده كان احد طبعا اسباب انه ترك ليونيل ميسي. النهارده يعني مباراه زي كده ما كناش بنشوفها، يعني ما بنشوفهاش، انا عشان بس بشجع ريال مدريد فكنتش اشوف الماتشات دي لان كده كده هيكسب، لا ده انت تشوفه بقى عشان ممكن يتغلب كمان او ممكن يتعادل. عايز تشمت انت ده بالظبط. فالتغيير قادم لا محاله، الموضوع منتهي يعني. على الجانب الاخر نتكلم على الريال، صحيح. بما انك كمان مشجع الريال فاكيد معجب جدا بانطلاقه الريال طبعا. مع يعني انشيلوتي بتتكلم صحيح. على مباراه كبيره جدا بيحقق فيها طبعا بنزيما رقم كبير، سيسي بيحقق رقم كبير 6-1، وشفت المباراه ازاي وشايف كمان انشيلوتي بعد طبعا رحيل زين الدين زيدان بدا يخش الاجواء بشكل اكتر من رائع، في تفاهم واضح ما بينه وما بين اللعيبه بشكل كبير، الاداء التكتيكي على اعلى مستوى، الدريسنج روم في هدوء. شايف ريال مدريد ازاي السنه دي؟ والله طبعا مع الجمهور ريال مدريد تفائل اصلا بوجود انشيلوتي، ده بطل العشرة التاريخيه في اللي استعصت 12 سنه على الريال قبل ما يفوز بيها في 2014 على المباراه الشهيره بتاع البلاس او الدقيقه 93 زي ما نقول بهدف راموس الشهير في الاتلتيكو. هو بصراحه احسن واجاد استغلال اخفاق فريق برشلونه المنافس الاول والتقليدي، وبرضه تذبذب مستوى الجار اللدود اللي هو اتلتيكو مدريد اللي هو حامل اللقب في الاساس، فعشان كده ريال مدريد ما اداش فرصه، ويمكن هو تعثر بس بتعادل، لكن بصراحه انطلق حتى وكتبته بصراحه يحسب، يعني لازم ندي الحق لواحد زي كريم بنزيما، يعني كريم بنزيما من 6 ماتشات مسجل 8 اهداف، وهو يمكن عمل رقم فريد السنه دي ان هو في اول 6 مباريات مساهم في 15 جون لريال مدريد، يعني مسجل 8 اهداف وعطى اسيستات 7 اهداف، وبعدين ريال مدريد 21 جون يعني 21 جون وبدخل فيه 8، الفرق 13 رهيب جدا، بعكس مثلا برشلونه الفرق 3 دي حاجه عار، يعني لما تسجل 8 خش فيك 5 وفي المركز الثامن، اي نعم هو ناقص ماتشين هيلعب منهم ماتش النهارده، بس برده مش ده المستوى. فريال مدريد طريق مفتوح للليجا اذا استمر على هذا المستوى في ظل تعثر برشلونه وتذبذب اتلتيكو مدريد، انا شايف ان هو ماشي بشكل كويس جدا، وطبعا بصراحه واحد زي سينسيو كمان الهاتريك اللي سجله ده ثاني هاتريك في التاريخ، يعني ده شيء يحسب ليه، بس الاول بس بنزيما انه يصل ل 200 هدف يتخطى ال 200 هدف دي، ما فيش غير على تاريخ الليجا عامه ما فيش غير 9 لعيبه عملوها، يعني طبعا كريستيانو رونالدو دول في حته لوحدهم، في بقى زارا، في راؤول جونزاليس، يعني اسماء يعني خلاص اعتزلت وراحت عليها من زمان، لكن في الجيل الحالي ما حدش موجود، ما فيش حد موجود بيلعب دلوقتي في الدوري الاسباني متخطى ال 200 هدف، فده يحسب لبنزيما اللي فضل وكان حافظ على مكانه حتى في وجود الاسطوره كريستيانو رونالدو في السنوات من 2009 لحد ما رحل لليوفي، كان هو موجود برده كان بيسجل وكان هداف، بس طبعا في وجود عملاق زي رونالدو كان مش باين شويه، لكن هو المخلص الامين بصراحه لنادي ريال مدريد، وفي لورتونيز بيحبه جدا وكانه ابنه يعني، فهو السنه دي بيكافئ بصراحه، يعني ريال مدريد بيكافئ على ابقائه على بنزيما، وبنزيما يكافئ ان هو بيحطم الارقام وهيستمر في كده، وهيبقى اعتقد بنزيما في طريق مفتوح انه يكون من اساطير ريال مدريد ان شاء الله. صحيح. هو الليجا يعني مش زي البريمير ليج، يعني ممكن البريمير ليج ممكن اقول لك بعد 10 جولات لسه صعب وباقي 5 ماتشات وما تعرفش مين اللي ياخد، لكن الليجا اقدر اقول لك من دلوقتي بنسبه كبيره جدا ريال مدريد هو اللي هياخدها، في ظل طبعا تذبذب الغريمين اللي هو اتلتيكو مدريد وانهيار برشلونه. اكيد على كمان المستوى الفني انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بيقدم اداء ولا اروع، ثقه كبيره جدا من الجماهير ورئيس النادي، وتفاهم واضح على مستوى الدريسنج روم على مستوى التكتيك داخل الملعب. انشيلوتي قال ايه بعد مباراته والفوز الكبير على ريال مايوركا 6-1؟ نشوف مع حضراتكم. ماركو أسينسيو أحسن الأداء، فهو قادر من مركزه في الملعب أن يلحق ضررا كبيرا بالخصوم، لأنه يجيد التحرك بين الخطوط كما يحسن التسديد، يلعب بصورة جيدة مع المهاجمين، آمل أداء مماثلا منه في الأسبوع المقبل ويسجل مرة أخرى 3 أهداف. مستوى كريم بنزيما ممتاز، سجل 8 أهداف، وقد ينسيكم ذلك أنه يلعب بصورة جيدة للفريق،
فهو يكثر من التمريرات المحكمة لزملائه. إنه مهاجم لا يسجل الأهداف فقط، بل هو لاعب مكتمل بكل معنى الكلمة. استخدمت خبرتي لمساعدة الفريق، فأنا أمنحه كل شيء، خبرتي وثقتي. من حسن طالعي أنني أدرب فريقا يمتاز بشجاعة أفراده ومهارتهم وقدرتهم على التعلم بسرعة. أكيد أنشيلوتي ومدح كبير جدا جدا لبنزيما، وقال إن وصف بنزيما ما بين قوسين لاعب متكامل. ده صحيح يعني. ده اللي يمكن قلناه قبل ما حضرتك نشوف التقرير. هو بيكافئ السنه زي ما قلت لحضرتك على بصراحه مجهوده في الفتره الاخيره، سنين طويله قعدها في ريال مدريد، بيكافئ على اللي هو عمله مع ريال مدريد، وريال مدريد بيكافئ بوجود بنزيما. انا شفت هو قال لك مش بس بيسجل اهداف، هو بيسجل تمريرات متقنه بالفعل، 7 تمريرات منهم جاء منهم اهداف، هو بيساهم من 15 هدف، من 21 هدف سجلهم ريال مدريد. ده رقم كبير جدا يعني، متخطي الثلاث ارباع كمان. كمان اسينسيو بصراحه يمكن حتى الصحف الاسبانيه النهارده اديت له حقه زياده عن اللزوم، يعني الصحف المدريديه كمان بتميل له اكتر عشان بتحفزه، زي ما بقول انا منتظر منه لاعب اسباني يحقق هاتريك. يعني قال له هذا هو اسينسيو الذي نريده في الريال. واعتقد صحيفه ثانيه كتبت قالت ان هو هذه طريقه اسينسيو في التعبير عن غضبه. نتمنى طبعا يكون غضبان على طول بالشكل ده لو هيسجل هاتريك او حتى يسجل اهداف ثنائيه او حتى هدف، يعني لان الفرصه سانحه في ريال مدريد بصراحه من بعد رحيل النجم الكبير كريستيانو رونالدو، ان اي حد يظهر. يمكن كان في تعثر في الثلاث سنين الاخيره او تذبذب في المستوى، لكن السنه دي الفرصه سانحه للريال ان هو يفرض سيطرته على الليجا تماما يعني. طيب، كان فوز كبير ريال مدريد على ريال مايوركا 6-1. على الجانب الاخر يمكن كان في تعثر لبرشلونه والتعادل في الدقيقه 90 1-1 مع غرناطه. برضو اجماليا شفت المباراه دي ازاي على الاداء بالنسبه لرونالد كومان المدير الفني، وعلى مستوى طموحات طبعا الجماهير في برشلونه ازاي؟ لا طبعا مستوى الطموحات ده لا يليق خالص بفريق زي برشلونه. المنافسه بشعه جدا، يمكن قادش في اخر خمس مراكز، عفوا غرناطه في اخر 4 أو 5 مراكز تقريبا في ترتيب الدوري، ومع ذلك وبرشلونه المفروض ان هو فريق قمه وفريق كبير على مستوى العالم مش بس اسبانيا، ومع ذلك بيتعثر على ارضه. وكان ممكن المباراه دي تخلص اصلا 1-0 لغرناطه، مش بس تعادل، ده التعادل ده جاب شق الانفس وما كانش عنده اي عذر. يعني هو كومان طالع بيتكلم على انه غايب ميسي، رحيل جريزمان، رحيل سواريز، اصابه اجويرو، الحاجات دي المفروض الفريق الكبير ما يتكلمش على الكلام ده. يعني اي فريق كبير ما يتكلمش عن رحيل ناس رحلت واصابات، انت لكل مباراه ظروفها، لكن انت واضح ان انت من ساعه ما بدا الموسم انت متذبذب، بدليل الناس كلها النهارده مستنيه بالاضافه طبعا لمباراه دور الابطال. مباراه دور الابطال قدام البايرن طبعا كانت فضيحه، الناس مستنيه النهارده مباراه قدام قادش. يعني يا جماعه قادش ده تكسبه اصلا بفريق لاماسيا، مش الفريق الاول في برشلونه. ومع ذلك ان قد يرحل النهارده الجهاز الفني اذا ما تعادل الفريق، او انا وجهه نظري حتى لو فوز ضعيف او ميت، يبقى رحيل كومان النهارده افضل من مما بعد، عشان الامور ممكن تزداد اكتر من كده سوءا يعني. طبعا دلوقتي رونالد كومان طبعا المدير الفني لبرشلونه في موقف لا يحسد عليه، طبعا بعد التعادل في الدقائق الاخيره امام غرناطه، النهارده بيقابل قادش، ويا ترى هل سيرحل كومان بعد هذه المباراه؟ لكن تعالوا نشوف مع بعض يعني تصريحات رونالد كومان بعد طبعا التعادل مع غرناطه 1-1. لا أعتقد أن بوسعك أن تكون سعيدا بالتعادل على أرضك مع غرناطة، كنا على دراية بأنها ستكون مباراة صعبة وازدادت صعوبة الوضع بعد تخلفنا بهدف، كنا بحاجة لإدراك التعادل أولا إذا أردنا الفوز بالمباراة، لكننا كافحنا في رأيي إلى النهاية ولم يحالفنا الحظ في الشوط الثاني، إذ سنحت فيه فرصة واضحة للاعب لوك دي يونغ لتسجيل هدف التعادل الذي كان سيمنحنا وقتا أطول لمحاولة الفوز. لا تسعدنا هذه النتيجة لأننا نريد الفوز بمبارياتنا، خاصة عندما نلعب على أرضنا، لكنها كما ذكرت مسبقا كانت مباراة صعبة وأدينا أفضل أداء ممكن بمجموعة اللاعبين التي بحوزتنا في الوقت الراهن، كنا بحاجة لمزيد من الحظ للفوز بالمباراة. يعني تصريحات رونالد كومان المدير الفني لبرشلونه واضح ان في عمليه غضب، في حزن كبير كمان، وفي على مستوى تحليل المباراه ما اعتقدش هو ده التحليل اللي الناس عايزه تسمعه، في تخبط واضح جدا، بيقول ان احنا ادينا مباراه جيده على مستوى اللعيبه اللي موجوده معانا،
واضح جدا لو ما حدش شاف المباراه كان يعتقد ان المباراه كانت ضد ريال مدريد او اتلتيكو مدريد. لو ما يعني انت لو شفت المؤتمر الصحفي وما تعرفش كانت مباراه مين، لا يمكن ان تتخيل ان واجه فريق في المركز ال 18 في الدوري الاسباني وغرناطه، يعني مع كامل تقدير ليه طبعا مش خالص في النص الاولاني ولا عمره هيكون في النص الاولاني بالشكل ده. ان انت تشوف التصريحات دي تقول ده كان على الاقل بيقابل اسبانيولي حتى ديربي كاتالونيا، لكن بالمنظر ده تتفاجئ ان هو غرناطه. لا ايام ساعات رونالد كومان معدوده على أيام. على الجانب الاخر وانت بتتكلم على برشلونه بتقول اسم كبير جدا سواريز ورحيله عن طبعا. برشلونه من سنتين بيرجع سواريز النهارده مع اتلتيكو بعد غياب وبيحرز ثنائيه امام ختافي. مباراه اتلتيكو مدريد امام ختافي وفوز اتلتيكو مدريد يمكن بعد تعثر لبعض الفترات، لكن ده بيدي كمان انطباع ان سواريز مهما سواريز زي ما بيقولوا كده الدهن في العتائي الراجل بيغيب للاصابه لكن بيرجع بفورم عاليه قوي. طبعا وبعدين المباراه عمل فيها كامباك، يعني هو كان مغلوبين 1-0 ومع المباراه اتعادل تقريبا في الدقيقه 78 وبيحقق هدف الفوز في الدقيقه يمكن 90 من المباراه. طبعا كل ده بيدي قيمه مش بس اتلتيكو مدريد كحامل لقب الليجا الموسم الماضي، لكن قيمه واحد زي سواريز اللي هو رحل عن برشلونه ما تعرفش ليه. يعني لا جماهير برشلونه عارفه هو راح ليه ولا جماهير اتلتيكو عارف هو سبته ليه اصلا، يعني فريق غريب جدا برشلونه. فطبعا هديه لا ترد من برشلونه بالاضافه للهديه الثانيه اللي هي جريزمان، لكن بصراحه سواريز في حته ثانيه، مهاجم قوي جدا، مهاجم تخلى طبعا عن بعض العادات السيئه اللي كان بيعملها زي العض والحاجات اللي كان بيعمله ده، لكن هو السنه دي بصراحه لاعب فارق جدا مع اتلتيكو مدريد محافظ لحتى هذه اللحظه. سواريز حافظ على ماء وجه بصراحه اتلتيكو مدريد اللي هو حامل لقب وبيتعثر في الليجا، ما كانش حد متوقع منه كده، لكن هو ابقى عليه في المركز الثاني خلف ريال مدريد والفرق يمكن نقطتين، مش الموضوع مش كبير يعني صحيح. على الاقل برشلونه بعيد عنهم فيبقى فريقي او كبيري مدريد هم اللي بينافسوا على اللقب حتى هذه اللحظه. صحيح طبعا سيموني المدير الفني لاتلتيكو مدريد بعد اللقاء والفوز 2-1 على ختافي وعوده سواريز للتهديف او عوده مره اخرى بعد غياب كان ليه حوار وكان ليه تصريح بعد هذه المباراه نشوفه مع حضراتكم. تحدثنا بين الشوطين، بعدها لعب الفريق بشكل مختلف باستثناء الهدفين اللذين سجلناهما، اختلاف الشدة والسرعة والديناميكية والقوة الهجومية. نحن بحاجة إلى مواصلة العمل على كيفية التعامل مع هذه المواقف والانتظار حتى تتحسن حالة لاعبينا. انضم إلينا لويس سواريز في وقت متأخر، وعندما كان قريبا من لياقته البدنية كان عليه أن يعتني بساقه. من الواضح أن هذا أدى إلى إبطاء الأمور، عاد إلى أفضل حالاته. حصل أنطوان غريزمان على رغبته الشديدة في العودة إلى أتلتيكو، والآن هو يستقر ويعمل على أن يكون مرة أخرى اللاعب الذي كان من قبل مع هذا الفريق. ده كان طبعا سيموني والحديث عن مباراته وعودة سواريز بعد غياب وتهديف لثنائية أمام ختافي. تعالوا مع بعض برضو نشوف سواريز النجم الكبير بعد عودته من الإصابة وإحرازه هدفين في مباراة مهمة جدا وفوز أتلتيكو مدريد 2-1. بالنظر إلى مدى صعوبة الأمر بالنسبة لنا في الشوط الأول، علمنا أنه يتعين علينا محاولة تغيير الأمور، وكنا قادرين على التعادل على أرضنا ضد أتلتيك بلباو، وهو أمر لم نكن نريده، لذا لم يكن الشعور رائعا، ولذلك أعتقد أن الفريق كان يستحق مباراة كهذه لإعادة بناء الثقة. إنها نتيجة إيجابية للغاية لمواصلة التحسن. التهديف مهم دائما للمهاجم، وهناك دائما نقاد يطلبون منك اللعب بمستوى معين، لكني أعتقد أنني معتاد على ذلك، ولقد كنت دائما طوال مسيرتي مررت بلحظات جيدة وسيئة، ولا يحبطني النقاد ولا يجعلوني أعتقد أنني الأفضل في العالم. إذن سجلت 3 أهداف، ولذلك أريد فقط مواصلة العمل ومساعدة الفريق. طبعا كلام محترم جدا من سواريز، هو لغايه دلوقتي بيقول انا ما بقولش ان انا من افضل المهاجمين في العالم، ولكن الشغل والعمل باستمرار والاجتهاد هو ده اللي بيخليني موفق لحد كبير
في احراز الاهداف. تعليقك على ايه؟ على مواصله الخبرات دي نتيجه الخبرات اللي خدها سواريز طوال مشواره مع ليفربول مع برشلونه ودلوقتي مع اتلتيكو. بصراحه ده حتى تحس في كلامه هادي شويه. هو سيميونو برضه بالاثنين هاديين شويه بعد الرعونه اللي كانوا بيبقى فيها او المعروفين بيها هما الاثنين. الخبرات يعني حتى الهدف الهدفين اللي سجلهم في اختفي مع طبعا كامل تقديري للمدير الفني في المواقف دي، لكن بيبقى اكتر اللاعب يعني في المرحله الفترات المتاخره المباريات بيبقى حرص اللاعب، سعي اللاعب انه يكون متواجد انه يتوقع كوره، ده بيبقى اكتر عن اللاعب. فده شيء يحسب بصراحه لسواريز، ويعني ده اكبر قلم خده بصراحه برشلونه السنه دي. مش بس رحيل ميسي، مش بعتبره قلم، ده موضوع تاني، لكن سواريز هو كان القلم الكبير بصراحه لفريق برشلونه. اتفق معاك طبعا، خساره برشلونه النجوم كبار على راسهم طبعا سواريز. تعالوا مع بعض نشوف ترتيب جدول الدوري الاسباني لحد دلوقتي وقد ايه ان برشلونه بيعاني، وان الواضح زي ما انت يا استاذ محسن ان ريال مدريد هو الاقرب لغايه دلوقتي، ولكن يبقى برضو اتلتيكو مدريد ويبقى الى حد ما برشلونه في تحسين الاداء لو في اداره فنيه جديده جت. المركز الاول ريال مدريد ب 16 نقطه من 5 مباريات، اتلتيكو مدريد 14 نقطه من 4 من طبعا من المباريات الكامله، اشبيليا في المركز الثالث ب 11 نقطه، فالنسيا المركز الرابع ب 10 نقاط، ريو فاليكانو في المركز الخامس ب 10 نقاط، ريال سوسيداد السادس ب 10 نقاط، اتلتيكو بلباو في المركز السابع 9 نقاط، برشلونه في المركز الثامن ب 8 نقاط، المركز التاسع اساسونا في المركز التاسع ب 8 نقاط، المركز العاشر ريال مايوركا 8 نقاط، ريال 7 نقاط، بيتيس 6 نقاط، اسبانيول، ليتشي، قادش، كل ده لغايه ليفنتي في المركز ال 16 زي ما تقول. قادش لسه هيلعب مع برشلونه خلال يمكن الدقائق اللي جايه. سيلتا فيكو في المركز ال 17 باربع نقاط، غرناطه في المركز ال 18 ثلاث نقاط، ختافي ب 0 من نقاط في المركز ال 19، دوبورتيفو الفيس نفس الشيء في المركز ال 20 بدون نقاط. برشلونه في الثامن. مأساة والله. طبعا عنده مباراتين لو فاز فيهم يعني مش يتصدر المشهد، يبقى على الاقل مع الريال واتلتيكو، لكن بالشكل ده بصراحه برشلونه في مهب الريح بكل امانه. وكده كده كومان ماشي يعني الموضوع منتهي، ما مشيش النهارده، الاسبوع الجاي عنده دوري ابطال وعنده مباريات في الدوري الاسباني. هو راح الراحه لانه حتى كمان هو امبارح ما عملش مؤتمر صحفي، اصدر بيان يعني وما جاوبش على الناس. واضح ان هو البيان ده بتمهيد للرحيل وتمهيد لما هو قادم اللي هو بين قوسين اسوأ واسوأ جدا في برشلونه. الراجل بيقول لك لا تنتظر المعجزات، يعني المعجزات بالنسبه له فوز برشلونه بالمباريات بقى معجزات. مش مطلوب من برشلونه يفوز، مطلوب من برشلونه يتاهل في دور المجموعات. كومان شبهها بالمعجزه، اعتقد طالما وصل للمرحله دي الموضوع انتهى بالنسبه لكومان مع اداره برشلونه، وكلها مساله ساعات ويرحم كلها يعني كومان. مساله وقت بقاء رونالد كومان على الاداره الفنيه اصبح في برشلونه مساله وقت، ولكن يبقى طبعا اكيد برشلونه برضو قمه من قمم الدوري الاسباني. ولكن خلينا نروح عبر زوم مع اسطوره اخرى، اسطوره ارجنتينيه كان قائد نادي لاتسيو الايطالي وكان احد النجوم الكبار كريستيان ليتسما. طبعا بنرحب بيك عبر زوم وبنقول لك اهلا وسهلا بيك، وعارفين يعني طبعا شغفك بالكره الايطاليه، وانت كنت نجم كبير جدا على مستوى الكره الايطاليه عن طريق نادي لاتسيو. بنرحب بيك في قناه النادي الاهلي. تشاو تشاو، بونا سيرا ا كريستيان. مساء الخير للجميع ومساء الخير على جماهير النادي الاهلي. فخور بزوري على قناة النادي الأهلي، وأعلم أن الأهلي تربطنا به شيء هام جدا، وأنه يملك لا نسر دائما ما يحلق كنسر لاتسيو، ولهذا أنا فخور جدا بزور على قناة أعظم نادي في أفريقيا. إحنا بيشرفنا وجودك معنا كأسطورة من أساطير لاتسيو في الدوري الإيطالي، نجم أرجنتيني كبير. عايزين أولا نعرف أدائك أو رأيك لغاية دلوقتي في يعني الدوري الايطالي وبين قوسين اليوفنتوس، تعثر اليوفنتوس في الجولات الاولى بعد رحيل كريستيانو رونالدو، شايف الامور ماشيه ازاي في الدوري الايطالي لغايه الجوله الخامسه؟ هذا العام الكرة الإيطالية والدوري الإيطالي ونسخة الكالتشيو ستكون مختلفة ومختلفة جدا. الدوري الإيطالي الآن يملك العديد من المواهب، حتى وإن ذهب رونالدو إلى مانشستر يونايتد، لكن يبقى الكالتشيو الإيطالي غني بالعديد من النجوم في الإنتر ولاتسيو وروما واليوفي.
نسخة هذه العام ستكون مختلفة جدا. اليوفي ترنح بعد الشيء ويعود الأمس فاز 3-2 أمام سبيتسيا. ميلان يقدم أداء رائع جدا مع ستيفان بيولي، لديهم الروح والعزيمة. الإنتر يسير بخطى ثابتة مع سيموني إنزاجي، الإنتر الذي فاز بآخر سكوديتو مع أنطونيو كونتي، لكن أعتقد أن الإنتر هذا العام سيحقق المفاجأة وقد يفوز بالدوري الإيطالي، لأنه النادي الوحيد الذي يسير بخطى ثابتة مع ميستر سيموني إنزاجي الذي يقدم أداء رائع. وروما مع مورينيو قد تذهب بعيدا، ولكن لننتظر، لأن روما الفريق الذي يغير مستواه من مباراة لأخرى. صحيح طبعا الدوري، يمكن الإيطالي، يمكن كمان فوز المنتخب الإيطالي باليورو 2020 ده أنعش كثيرا جدا جدا من الكرة الإيطالية، وبدأنا نشوف الكرة الجميلة. شفنا نجوم كبار جدا جدا في طبعا اليورو 2020، وزي ما بنتكلم يعني عودة كمان عودة الميلان للتشامبيونز ليج. الميلان كمان بيأدي أداء لغاية دلوقتي أكتر من رائع في السيريا آ، وجود الإنتر رغم يمكن كونتي المدير الفني السابق للإنتر وغيابه ورحيله عن الإنتر، لكن يبقى الإنتر طبعا في طبعا من الفرق القوية جدا والمرشحة للفوز. خلينا أكلمك مع لاتسيو، ناديك المفضل، ناديك اللي يمكن كنت كابتن لاتسيو لفترات طويلة، ولعبت النهاردة يمكن والتعادل في آخر دقيقة. شفت، عايز تكلمني عن لاتسيو، لاتسيو صاحب البطولات، صاحب الإنجازات، أين لاتسيو من الدوري الإيطالي هذا العام أو في المستقبل القريب؟ لاتسيو دائما ما يقدم المتعة في إيطاليا. صحيح لدينا البطولات ليست عديدة كالإنتر والميلان واليوفي، لكن لاتسيو لديه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في روما ويملك العديد من المواهب. لاتسيو هذا العام قدم أداء رائع، ولكن آخر مباراتين لاتسيو تعادل منذ قليل في الدقيقة 94 بهدف لتشيرو موبيلي بعد تأخره أمام تورينو، وكان مفاجأة كبيرة أن يتأخر لاتسيو أمام تورينو لدقيقة 94، لكن أعتقد أن اللاعبين يفكرون في الديربي، ديربي العاصمة الأحد القادم. الآن الحديث بدأ مبكرا عن الديربي، لكن لاتسيو لديه الآن موريتسيو ساري، موريتسيو ساري أحد أعظم المدربين وسيقدم أداء رائع في الديربي. صحيح، وبمناسبة الديربي ووجود طبعا مورينيو المدير الفني الرائع مع روما، هل شايف أن مورينيو كمان أضاف إلى روما ورفع من مستوى طموحات الفريق على المستوى التكتيكي على المستوى الفني، كمان من طموحات الجماهير المشجعة لروما، هل وجود كمان مورينيو في هذا الديربي بيديله شكل خاص، بيديله متعة وإثارة خاصة؟ الديربي يبقى الديربي، إذا تغير لاعبين وتغير مدربين تستطيع أن تشاهد ديربي روما وأنت تعلم ديربي روما كم هو خطير وكم هو مثير في إيطاليا. يرحل من يرحل ويأتي من يأتي، يبقى الديربي الديربي. لكن مورينيو يقدم أداء رائع مع روما، الديربي مباراة خاصة ستكون بين مورينيو وموريتسيو ساري، الجميع يريد أن ينشر أفكاره في الملعب. لكن أعتقد أنا لاتسيالي، ودعنا كل حقيقة أتمنى فوز لاتسيو، لكن مباراة الديربي ليس لديها توقعات، قد يكون لاتسيو في يومه وقد يكون روما، وروما أيضا فريق محترم رغم أنه الغريم اللدود والذي يحترمه أيضا، أحترم روما كثيرا، لكن أتمنى فوز لاتسيو بالديربي الأحد القادم. طبعا فوز لاتسيو وكمان عودة لاتسيو للمنافسة ده شيء مهم جدا جدا، لكن خليني كمان أسألك على مستوى، طبعا أنت لعبت كمان في الأرجنتين في بوكا جونيور أحد الأندية الكبيرة العظيمة في الأرجنتين، نسألك كمان على الأسطورة ليون ميسي وانتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، شفت ده إزاي؟ وشفت كمان ميسي من خلال باريس سان جيرمان خلال الأسابيع الأخيرة دي إزاي؟ البوكا فريق عظيم من أعظم الفرق التي قد يلعب لها لاعب كرة قدم، فريق لديه حياة خاصة، وعائلة البوكا عائلة خاصة، لا بومبونيرا، ملعب البومبونيرا ملعب مختلف،
رغم ان لعبت في الاولمبيك وامام الكور فانورد، لكن جماهير البوكا جونيور هناك اجواء مختلفه. الان بوكا جونيور قام بتغيير المدرب بعد خساره في الليبرتادوريس ويريد ان يعود الى الواجهه مره اخرى، لكن اعتقد ان البوكا سينافس في العام القادم اكيد على ميسي اختار طريقه، واجب ان يتحمل ما اختاره. كونتينو كريستيان. طيب كريستيان، وكنا بنتكلم طبعا عن ميسي، ودلوقتي يمكن كنا بنشوف يعني معظم وبعض اهدافك الكبيره على مستوى السيريا اه في مع لاتسيو او على مستوى الارجنتين مع بوكا جونيور، لكن خلينا كمان اكلمك على اسطوره اخرى، نتكلم على ميسي الاسطوره الارجنتينيه، ويمكن اخيرا حقق ميسي بطوله على مستوى المنتخب وحصوله على يعني الكوب امريكا، لكن على مستوى اخر اسطوره ارجنتينيه اخرى بنتكلم على مارادونا، وانا عارف ان كان ليك علاقه قويه جدا جدا مع مارادونا. ما هي يعني لو قلنا مقارنه صغيره او مقارنه انت شايفها ما بين، خلينا نتكلم على مستوى الشخصيه ما بين ميسي وما بين رونالدو اسطوره مارادونا اسف، على مستوى طبعا اللعب ما فيش اختلاف ان الاثنين اسطوره واعتقد من افضل وامهر اللاعبين على مستوى تاريخ كره القدم، لكن كمان كلمنا شويه عن الاسطوره الراحله مارادونا. للاسف مقارنه غير عادله، مارادونا في عالم اخر، مارادونا يجب ان يكون في عالم، وميسي ايضا لاعب كبير، لكن مقارنه مارادونا بميسي مقارنه ظالمه. الكره الحديثه وميسي لديه من يساعدونه، واندرياس انيستا، تشافي هرنانديز، فريق باكمله كان يخدم على ميسي برغم انه موهبه كبيره لا ننكر ذلك، لكن مارادونا، انت شاهدت مارادونا واعلم انك تشاهد كره القدم، مارادونا كان يقود عالم باكمله لوحده، عالم الكره الارجنتينيه كان في نابولي لوحده، مارادونا في قارة أخرى وعالم آخر، مقارنة ظالمة. مقارنة دايما مقارنة ما بين النجوم بتكون مقارنات ظالمة على مستوى التاريخ، كل واحد بيلعب في 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 ظروف معينة في مناخ معين، لكن يبقى طبعا مارادونا أسطورة كبيرة جدا جدا جدا. خلينا أتكلم معاك برضو كريستيان، أنت كان ليك خبرات كبيرة جدا على مستوى الكرة في الأرجنتين وعلى مستوى السيريا آ في إيطاليا، إيه أوجه التشابه ما بين يمكن الكرة الأرجنتينية والكرة في إيطاليا؟ هل في اختلاف شوية؟ دلوقتي احنا عارفين المدارس كلها خلاص ما بقاش في مدارس بعينها، دلوقتي كرة القدم بقت كتاب مفتوح للجميع، واعتقد ما بقتش تنوع المدارس موجود، الكرة المفتوحة التيكا تاكا بتتكلم على سيستم، اعتقد المدربين كلهم خلاص ما بقاش في مدرسة، لكن مقارنة ما بين الكرة في الأرجنتين ما مارستوه في الأرجنتين من خلال وجودك مع بوكا جونيور وما مارستوه في الدوري الإيطالي بوجودك ككابتن فريق مع لاتسيو الإيطالي. الكرة الأرجنتينية والكرة الإيطالية لديها بعض الخصائص والأمور كثيرة متشابهة، كالروح والعزيمة ورغبة الجماهير، لكن الكرة الإيطالية والكرة الأوروبية لديها خصائص مختلفة. الكرة الأرجنتينية أكثر متعة لكن أكثر عنفا، لا يهتمون بالبطولات، يهتمون دائما بالمهارات ويهتمون دائما بامتاع الجماهير، لا يفكرون في البطولات، ولهذا الكرة الأرجنتينية دائما في المنتخب أفضل من الفرق، لكن على مستوى الليبرتادوريس، المستوى الليبرتادوريس بوكا جونيور يعتبر الأفضل ويليه ريفر بليت. صحيح. آخر سؤال كريستيان، على مستوى الشامبيونز ليج، على مستوى بطولة أوروبا، يمكن كل الناس وكل الطموحات حتى في إيطاليا بعد الفوز باليورو 2020 قالت، هل من الوارد، انت شايف هل من الوارد حصول بعض او الفرق الايطاليه على تشامبيونز ليج؟ بنتكلم على الانتر، بنتكلم وجود الميلان، هل من الممكن تحقيق للفرق الايطاليه التشامبيونز ليج السنه دي؟ للاسف لا، أن تقول أنهم سيفوزون بدوري أبطال أوروبا صعب جدا، بالرغم أني أشجع لاتسيو لكن أنا متعاطف مع الميلان، أتمنى الميلان يقدم أداء جيد في دوري أبطال أوروبا، لكن صعب على فريق إيطالي يفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام في وجود أساطير مثل السيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد. صحيح كريستيان، طبعا أسطورة لاتسيو وبوكا جوني الأرجنتيني، طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناة النادي الأهلي،
ويعني حديث اكتر من رائع. يعني هو بيتكلم على اسطورتين، بيتكلم على مارادونا وبيتكلم على كمان ميسي، كمان ادى فكره على طبعا لاتسيو، الايطالي رايح على فين من خلال السيريا اه. هنتابع مع حضراتكم، لسه عندنا حاجات كتير جدا هنا في المحترف هنتابعها مع حضراتكم، لكن نطلع لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف. محسن، عايزين نتكلم على الدوري الفرنسي، طالما جبنا دوري سيره الدوري الفرنسي خلينا نتكلم الاول على طبعا كان في مباراه كبيره جدا ما بين بي اس جي باريس سان جيرمان وليون، وحصل مشكله، يعني حصل مشكله تغيير ميسي تقريبا في الدقيقه 75 وردود افعال غير مبرره، وكانت يمكن مصدر ازعاج لطبعا لمشجعي بي اس جي. انت شايف ان خلاص ميسي ممكن يوصل لمرحله ان هو ما فيش اي مدرب في العالم يقدر يغيره؟ هل كان ميسي خارج زعلان علشان كان نفسه يعمل حاجه افضل؟ يعني شفت الموقف ده ازاي؟ طبعا الموقف ده نتيجه الضغوط اللي محطوط تحتها ميسي. ميسي النهارده يعني صفقه عاليه جدا، صفقه كبيره جدا، قادم من برشلونه وهو احد ابناء برشلونه مدرسه لاماسيا، لما يروح نادي باريس سان جيرمان طبعا معروف ان هو رايح عشان يجيب دور الابطال اوريدي، الدور الفرنسي ما فيهوش مشاكل. مفترض ان برشلونه عفوا باريس سان جيرمان لما يكون في ميسي بصراحه يفوز على اي فريق، يعني لاعب من كوكب اخر، لكن هو صدفه سوء حظ بصراحه رهيب شويه في كل الماتشات اللي لعبها، او ما لعبش كتير، كان ماتشين في الدوري الفرنسي ومباراه في دور الابطال، لم يوفق هو على المستوى الشخصي. الفريق بيكسب او بتاع او حتى بيتعادل في دور الابطال، لكن هو لم يوفق حتى في الفتره الدقيقه اللي خرج منها كانت 76 قدام ليون، كان الفريق متعادل 1-1 وكانت مباراه قويه بعد ما خرج الفريق سجل هدفين وكسب 3-1. طبعا الموقف اللي عمله ميسي نتيجه الضغوط اللي محطوط عليها ميسي. وفي بعض الناس تقول لك ازاي يعني ميسي واحد نجم كبير بحجم ميسي، هل هناك ممكن تكون في بعض الضغوط على ميسي ان هو هيلعب؟ طبعا ميسي يعني من افضل اللعيبه على مستوى العالم، لكن انت شايف ان ما زالت الضغوط ممكن تكون على لاعب حاجه بحجم ميسي؟ هو ميسي خارج الملعب ما بيعرفش يحكم نفسه قوي، يعني لما تشوف رونالدو هو بيتغير بيبقى غير، يعني الموضوع مختلف شويه عنه، لكن ميسي عنده الحته دي ما بيعرفش يتحكم في نفسه قوي خارج الملعب. طبعا على البسيط الاخضر لاعب لا غبار عليه، لكن خارج البسيط الاخضر هو بيتاثر بالاحداث. يمكن حتى كان عمل الموقف ده قبل كده مش في التغيير، كان حتى اعتقد كان المدرب الفني لبرشلونه فالفيردي كان بيديله تعليمات وما رضيش حتى يبص له، يعني كانت مشهد كده كاميرات جابته يعني انا اعلى منك. انا حابب بس اوضح حاجه، الناس اللي بتتكلم ان هو اخفق او ما اخفقش، عايز اقول لحضرتك يعني لما دورت على بدايات ميسي مع برشلونه مع الفريق الاول اقصد سنه 2004 2005 تخيل فشل في كل البدايات، يعني مثلا اول مباراه ليه في دور الابطال مع برشلونه كانت ضد شختار دونيتسك الاوكراني وخسر 2-0 كانت في الجوله السادسه، اول مباراه ليه في مش في الليجا في الكاس الملك والكوبا دريري خسر في الدور الثاني قدام فريق اسمه جرامينيت، فريق من الدرجه الثالثه تقريبا او الدرجه الثانيه بعد تمديد لوقت اضافي او لوقتين اضافيين 1-0، اول مباراه ليه في السوبر الاوروبي كانت قدام اشبيليه خسر 3-0، حتى مباراه الليجا اللي شارك فيها كان ضد اسبانيول وكسب 1-0 الديربي كاتالونيا، هو كان شارك 8 دقائق فقط، فاذا بداياته كانت ما كانتش بنفس الشكل. بس محسن بدايات وهو كان صغير، يعني وكان صغير كان صغير لسه اول مره بداياته معه ويطلع من طبعاً الفريق الثاني ما كانش ميسي بتاع دلوقتي. صحيح ده انا فاهم ده كويس جدا، الفرق 17 سنه طبعا بقى ميسي من كوكب اخر وميسي اخر اللي موجود، لكن هو صدفه حظ. ماذا لو كان سجل ميسي اي هدف مثلا من او هدف او اثنين وما اسهل ذلك بالنسبه لميسي في مباراه الدور الفرنسي او حتى قدام كلوب بروج البلجيكي في دور الابطال ما كانش حد هيتكلم على الكلام ده. في بعض الناس مع عدم قطع كلامك بتقول ان ميسي وجوده مع امبابي وجوده مع يعني دي ماريا وجوده يعني بيلعب مش مرتاح، يعني مش واخد المساحات اللي كان واخدها في برشلونه، مش كل الناس بتدور على ميسي، يعني في نجوم تانية، مش حاسس ان البوزيشن ويمكن تغيير البوزيشن شويه بالنسبه له، لسه ما خدش كمان على رتم الدوري الفرنسي، خلي بالك كل دوري ليه رتم معين، لكن طبيعي. اكيد من خلال اللي شفناه، من خلال يمكن خروجه، مش هنقول خروجه عن النص ولكن خروجه عن الغير مألوف بالنسبه لميسي، بيقول ان هو لا لسه الامور بالنسبه له مش ساتل. حضرتك يعني بتتكلم على ميسي، المفروض هم اللي يقولوا الكلام ده، يعني المفروض هم اللي
يعانوا من وجود ميسي، ما ياخدوش مساحات، ما ياخدوش راحتهم، مش هياخدوا اريحيه في الملعب. يمكن حركة اللي اتكلمت عليه ده اتكلمت عليه صحيفه الليكيب الفرنسيه طبعا، الليكيب اشهر الصحف، قالت اداء ضعيف لعلها مسحه، يعني بتسخر من انتوا ادائكم ضعيف، كانت تقصد مباراه كلاب بروجي البلجيكي في دور الابطال. وقعدت فندت بالظبط، يمكن كان عملت تقرير رائع جدا ان هو الثنائيه نيمار وميسي دايما في ما بينهم لينك، ده ادى لده 14 كوره وده ادى لده 16 تمريره، لكن بعكس واحد زي مبابي ما مروش كتير، يمكن ثلاث تمريرات، وحتى الهدف اللي سجله هدف التعادل ما كانش لا من تمريره من ميسي ولا من نيمار، كان احد المدافعين. فيعني الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه صحيح، ولكن مش ميسي اللي يتعامل معاه كده، يعني مش ميسي ارقام كمان، يعني ده الارقام بتدل ان هو لسه ما دخلش الفورمه، ما دخلش، ما خدش الاجواء، يعني هو طبعا زي ما انت قلت ثلاث مشاركات ولا هدف ولا صناعه اهداف، حتى صناعه الاهداف اللي كان مميز بيها لسه ما خدش يعني صناعه الاهداف صفر، وصناعه الفرص اربعه، تصويبات على المرمى سبعه ما بينها ثلاثه ما بين القائمه والعارضه، تمريرات 132 تمريره، اعتقد ده برضو عدد قليل من التمريرات طبعا بالنسبه لميسي، ده مباراه ليون يعني مباراه ليون الصحيحه 106 نسبه 83%، التمريرات البينيه 9 ل 2، مراوغات 16 منها 13 صحيحه، ما فيش شك ان يعني لسه الارقام طبعاً دي كنا لسه مش ما كناش بنشوفها في برشلونه، لازم ما ننساش طول الوقت ان مش ميسي، يعني ميسي انا شايفه اقوى، يعني ميسي اكبر من الدوري الفرنسي ان صح القول بكل امانه، قيمته اكبر من الدوري الفرنسي مع كامل تقدير لكل الانديه، الدوري الفرنسي مش قوي، ما بياخدش دوري ابطال، الزعيم بتاعهم بيحاول ياخد دوري ابطال وبيلم كل نجوم العالم عشان ياخد دوري ابطال، وبالشكل ده مش هياخد دوري الابطال. فميسي اكبر من الدوري الفرنسي، ميسي كمان حاسس ان هو اكبر من مدرب، ودي حاجه يعني هتعمل نوع من التوتر من بلد واحده المفروض، يعني لا هو يعني حتى يعني انا بصراحه كنت بلوم على بوتشيني ان هو مره كان المفروض ما تروحش تصفحه عشان هو ممكن يحرجك بالشكل اللي هو طالع فيه. كمان ميسي اظهر انانيه على دكه البدلاء لما ما احتفلش مع زملائه بالهدف الثالث، يعني انت المفروض تفرح للفريق، انت حزين على نفسك لكن المفروض تفرح للفريق، الفريق بيفوز في مباراه قويه كان الناس كلها منتظره ان ليون ممكن يعمل مفاجاه عليك، لكن انت فزت. لكن طبعا ما زال بالارقام باريس سان جيرمان رقم واحد، 7 من 7، ما فكرش تعال نشوف بقى جدول التدريب الترتيب بالنسبه طبعا من الجوله الاخيره، نشوف النتائج الاول، النتائج الجوله الاخيره من الدوري الفرنسي، وطبعا فوز طبعا ليل بيفوز 2-1 على استاد ريمس، موناكو 3-1 على سانت تيان، مونبلييه 3-3 مع بوردو، نانت فوز 3-1 على استاد بريست، استاد رين 6-0 على لوريان، نتيجه كبيره جدا، لانس وهزيمه من ستراسبورغ 1-0، ليون بيفوز 3-1 على تروا، ميتس وهزيمه من باريس سان جيرمان 2-1، لوريان فوز 1-0 على نيس، وانجي التعادل مع مارسيليا 0-0. تعليقك؟ الدوري الفرنسي هو كده بصراحه، ما تشوفش يعني لولا وجود ميسي السنه دي كنت ممكن ما اتفرجش عليه بكل امانه، لكن ميسي عليه ان هو بس يهدى شويه، وده بس يعني انا شايف ان هو غير موفق، يسجل هدف ان شاء الله او هدفين الامور هتمشي معاه، وهنشوف ميسي المبدع اللي احنا كلنا عارفينه اللي يقدر يشيل فريق. وان كنت بضم صوته بصوت كريستيانو اللي كان مع حضرتك، كريستيانو اللي كان مع حضرتك، في ان بصراحه المقارنه ظالمه، لان مارادونا ده يشيل فرقه لوحده لكن الله يرحمه طبعا، لكن ميسي لا يختلف تماما عن مارادونا. صحيح، وانت زي ما بتقول يمكن الدوري الفرنسي الى حد كبير محسوم لباريس سان جيرمان خلال طبعا جدول الترتيب اللي احنا شايفينه مع حضراتكم. باريس سان جيرمان العلامه الكامله 7 مباريات، 21 نقطه في المركز الاول، مارسيليا في المركز الثاني ب 14 نقطه، انجي 12 نقطه في المركز الثالث، لانس في المركز الرابع ب 12 نقطه، لوريان المركز الخامس ب 12 نقطه، نيس في المركز السادس ب 11 نقطه، ليو في المركز السابع ب 11 نقطه، نانت في المركز الثامن ب 10 نقاط، ستراسبورغ في المركز التاسع ب 10 نقاط، مونبلييه في المركز العاشر ب 9 نقاط، كليمون فول ده في المركز ال 11 ب 9 نقاط، رين في المركز ال 12 ب 8 نقاط، موناكو 13 ب 8 نقاط، ليل وهقف عندك عند ليل ده بطل الدوري الموسم الماضي في المركز ال 14 ب 8 نقاط، ستاد ريمز في المركز ال 15 ب 7 نقاط، والمركز ال 16 بوردو ب 6 نقاط، تروا في المركز ال 17 5 نقاط، استاد بريست بالمركز ال 18 ب 4 نقاط، سانت تيا ال 19 3 نقاط، والمركز الاخير ميتس ب 3 نقاط. ليل كمان علامه استفهام كبيره طفل. بطل الدوري بطل السوبر بعد كمان ما كسب السوبر على حساب باريس سان جيرمان،
لا هو كان طفره واضح ان كان طفره كده زي السيتي كده في انجلترا من 2016 عفوا ليستر سيتي يعني مش مانشستر سيتي ليستر سيتي هو كان طفره السنه اللي فاتت خد الدوري يمكن المره الخامسه في تاريخه او الرابعه مش متذكر لكن هو بيجي السنه دي بصراحه ضارب بغطس كبير جدا يعني تخيل حضرتك من 7 ماتشات بيكسب 2 بس وبيتعادل 2 لكن بيخسر 3 يعني بيخسر تقريبا 13 نقطه كتير جدا على حامل اللقب يعني احنا اذا كنا بنلوم مثلا على اتلتيكو مدريد هو حامل اللقب بس في المركز الثاني بنلوم على السيتي هو حامل لقب بالدوري الانجليزي بس في المركز الرابع موجود يعني الفارق بسيطه لكن هو بعيد تماما عن المراكز الاولى متاخر جدا في جدول الترتيب واضح ان هي كانت طفره ويبدو انها مش هتتكرر على الاقل في القريب العاجل يعني باريس سان جيرمان بوكوتينيو المدير الفني الارجنتيني لفريق باريس سان جيرمان قال ايه بعد المباراه نشوف مع حضراتكم أعتقد أننا جميعا ندرك أن هناك لاعبون عظماء في قائمة الفريق التي تضم 35 لاعبا بوسع استخدام 11 لاعبا فقط لا أكثر في المباريات كل لاعب وكل مدرب يفكر أحيانا في ذلك وينجح في بعض الأحيان ولا ينجح في أحيان أخرى وقد يرضي القرار بعض اللاعبين ولا يرضي مجموعة أخرى منهم إنه في نهاية المطاف سبب تواجدنا هنا إذ يحتاج المدرب اتخاذ مثل هذه القرارات أما بشأن ردة فعل ميسي فقد سألته عن حاله وقال إنه بخير هذا ما حدث وكانت تلك المحادثة بيننا طبعا كوتينيو مدير فني كبير جدا باريس سان جيرمان أعتقد على مستوى الليغا الأسباني هو يعني بطل الليغا لكن يبقى السؤال يعني قبل ما نروح للدوري الألماني يبقى السؤال الدائم هل على مستوى الشامبيونز ليج وأعتقد ده التارجت الأكبر هل اقتراب ميسي دايما أو وجود ميسي بتدي فرصة أو أولوية أدفانتج لباريس سان جيرمان أن يحصل على البطولة ولا ده الشامبيونز ليج شيء مختلف تماما لا هو بصراحة شيء مختلف تماما لكن عنده فرصة يعني الكوكبة مش ميسي فقط هو ميسي بس كمل المجموعة أما يكون موجود دي ماريا امبابي ابقى عليه ما راحش الريال نيمار طبعا مش عايز كلام لا حتى الحارس دوناروما اللي هو لسه ما زال لا شارك المباراه اللي فاتت يعني برضو يعني النفس واخد هو الاولويه عنه حتى ده يعني هو فريق متكامل متكامل يبقى فقط ان هو يقترب من دور الابطال هو ماشي على فكره بنفس الخطه بتاع السيتي يعني حضرتك تتذكر ان السيتي كان خسر قبل كده قبل النهائي وبعدين لما جه وصل النهائي خسر قدام تشيلسي لما اقترب الحلم اتحقق برضو باريس سان جيرمان كان خسر السنه اللي قبل فاتت من بايرن ميونخ لما السنه فاتت تخطى بايرن ميونخ لكنه خسر من السيتي عشان كده هتبقى بالمناسبه مباراتهم الاسبوع الجاي هتبقى قمه ناريه ما بين باريس سان جيرمان والسيتي يعني مباراه اللي بينتظرها الجميع بصراحه يوم الثلاثاء اللي جاي ما بين في الجوله الثانيه ما بين السيتي وباريس سان جيرمان اعتقد الفرصه ما زالت موجوده عند باريس سان جيرمان ومش دور المجموعات اللي بنتكلم فيه على دور على صحيح لسه احنا بنتكلم في لكن ميسي بس يرجع ميسي اللي احنا عارفينه اللي هو بيسجل من انصاف الفرص البرغوث يعني اللي هو بيلدى كده ما حدش بيشوفه لو عمل الكلام ده اكيد باريس سان جيرمان يبقى له حظوظ ان هو ينافس على البطوله الاكبر اللي هم جايبينه عشانها اساسا اللي هي دوري الابطال الاوروبي صحيح لو بنتكلم ميسي وغيابه شويه عن التهديف لكن في مكنه اهداف لا تغيب عن الاهداف في الدوري الالماني نتكلم على الدوري الالماني ليندوفسكي طبعا ده لوحده في حته هو الدوري الالماني اشبه شويه بالدوري الفرنسي برضه ما فيش حاجه يعني هو ايه لا انا في رايي اقوى شويه اقوى سنه يعني. لكن ما هو بايرن ميونخ بيعمل حاجه يعني ايه على طول اي حد بيجيبه يعني مثلا دورتموند كان فريق قوي جدا خد منه مثلا ليفاندوفسكي ده اللي احنا بنتكلم عنه مع لايبزيج خلاص ما بقى لايبزيج بقى ضرب غطس برضه نفس القصه لسه خسران 6 في دوري الابطال قدام السيتي لكن بصراحه الحديث عن ليفاندوفسكي بصراحه لوحده في حته تانية متخطى رقم جيرد مولر اللي هو كان من يمكن من 40 سنه تقريبا صحيح كان حقق 40 هدف 40 هدف في موسم هو 41 كمان وصل دخل بقى اكتر يعني بقى 200 هدف بقى 201 هدف او يمكن اكتر دلوقتي كمان جيرد مولر بقى كان 365 هدف فهو طبعا ما اعتقدش استحاله يصل للرقم ده لكن على الاقل هو بيواصل بصراحه ليفاندوفسكي في عالم اخر بصراحه يغرد وحيدا امبارح كان طبعا تسليمه الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الاوروبيه وزي ما بقول لك هو هداف من طراز فريد جدا صحيح على مستوى التهديف اذا كان يعني لاعب متكامل ده تقدر تقول عليه لاعب متكامل بشكل كبير جدا ده اللي ظلمه منتخب بلاده بكل امانه يعني لو كان في منتخب زي ايطاليا انجلترا فرنسا الفرق الكبرى دي المنتخبات الكبرى اكيد كان اللي بقى ليه شان اخر هو ماشي في سكه شيفشينكو كده ان هو مثلا لاعب كبير ولكن في منتخب صغير زي اوكرانيا هو نفس الكلام في بولندا اكيد طبعا مش منتخب كبير لكن هو بصراحه قيمه في حد ذاته بصراحه هو لاعب اسطوري بكل المقاييس طيب تعالوا مع حضراتكم نشوف اللاعب الاسطوري ليفاندوفسكي اللاعب البولندي قال ايه
بعد فوزه ويعني حصوله على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا عام 2021 21 آسف. يجب أن أقول بالصدق إنني فخور للغاية وإنني راض جدا في الموسم الذي سجلت فيه هذا العدد التاريخي من الأهداف. كانت هناك لحظة لم أكن أعتقد فيها لأول مرة إنني أستطيع فعل ذلك بسبب الوقت الذي تعرضت فيه للإصابة. فكرت في الأمر للحظة وقلت إنني قريب جدا من هذا السجل على الرغم من المباريات التي خضتها. عندما أعود ويجب أن أكون إيجابيا. أعتقد أنه من الممكن تسجيل 41 هدفا وبهذه الطريقة أعادل جيرد مولر وهو شخص أحترمه كثيرا. هذا تاريخ عظيم. طبعا تاريخ كبير بيعمله ليفاندوفسكي مع البايرن وحصوله أو طبعا تكسير الأرقام القياسية على مستوى التهديف. واضح كمان لسه عنده طموحات، لسه واضح جدا أن عنده كمان شغف مع وخاصة مع البايرن. كمان السنة دي البايرن بيقدم مع مدير فني شاب مستويات أكتر من رائعة، فاز على بوخم 7 في الدوري الألماني. شايف ده إزاي؟ شايف بايرن السنة دي إزاي على مستوى البوندسليغا وكمان تأثيره الإيجابي على التشامبيونز ليج؟ لا طبعا البايرن في طريق مفتوح في الدوري الالماني بكل امانه، يعني مش شايف اي خصوم ممكن يعملوا اي حاجه. يمكن في فولفسبورج شويه بس دي بدايات، لكن في لا لايبزيج موجود ولا دورتموند مع كامل تقديري لهم. البايرن في حته تانية خالص بصراحه، مكتسح ومعاه طبعا نينجلسمان المدير الفني بصراحه شاب وعنده طموحات عايز يحقق طبعا طموحات كبيره. تبقى العقبه الاكبر بالنسبه لبايرن ميونخ هي دور الابطال. ما اعتقدش السنه دي يقدر، يعني مش عارف، حاسس ان هو السنه دي الدنيا صعبه شويه في ظل قوه الانديه الانجليزيه تحديدا بالاضافه لباريس سان جيرمان. انا شايف وجهه نظري ان دور الابطال ما بين انديه انجلترا وباريس سان جيرمان مع كامل احترام ريال مدريد او خبرات ريال مدريد لكن متذبذب تماما. طبعا ما تقوليش بقى لبرشلونه ولا اتلتيكو مدريد وانديه ايطاليا. الراجل جاوبك يعني من قبل ما احنا نجاوب. اعتقد انديه ايطاليا، لكن يبقى البايرن السنه دي كمان قوه ضاربه ودايما الالمان ما يعني خاصه البايرن دايما البايرن يعني بس ممكن. بس انديه انجلترا تشيلسي وليفربول والسيتي برضو ما اقدرش الغيه، لكن اليونايتد يعني بعيد شويه. وممكن باريس سان جيرمان لو صحيح. لو ميسي يعني رجع لميسي اللي احنا نعرفه بالاضافه للبايرن، لكن يعني دور الابطال ما يخرجش عن الجماعه دول. يعني محسن بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وان شاء الله لقاءات جايه يعني باذن الله. شكرا جزيلا. هنشوف يعني مع حضراتكم ترتيب جدول ترتيب الدوري الالماني البوندز ليجا بعديه فاصل. بعد الفاصل نتواصل هنا مع المحترف. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على نوعيه الهدافين، كنا بنتكلم على ليفاندوفسكي اللاعب البولندي هداف طبعا الدوري الالماني والحاصل على الجائزه الذهبيه السنه اللي فاتت لافضل هداف الدوريات في اوروبا ب 41 هدف. بنتكلم على ليفاندوفسكي طبعا لعيب مهاري جدا جدا على مستوى كبير جدا من يمكن انصاف الفرص يقدر يحقق فيها الاهداف. متواجد مع البايرن بقاله فترات طويله، لكن نتكلم دلوقتي او فقره التكتيك النهارده هنتكلم على لاعب صغير في السن لا يتعدى ال 20 سنه. بنتكلم على هالاند طبعا اللعيب
في صفوف دورتموند الألماني، وهنتكلم النهاردة على إمكانيات هذا اللاعب. مش هنتكلم عليه النهاردة بس، لكن من فترات كبيرة جدا جدا هذا اللاعب بيثبت أنه هو لاعب قوي جدا، لاعب هداف بالفطرة، لاعب عنده إمكانيات بدنية قوية جدا، عنده ذكاء بالنسبة حتى للهدف اللي هنشوفه النهاردة، في نوع من أنواع الذكاء اللي مطلوب في المهاجمين. أعتقد هالاند من النجوم الكبار جدا جدا اللي هيكون يمكن في هو اوريدي في المستويات الأولى، لكن خلال السنوات كمان اللي جاية لاعب صغير الخبرة كمان في الدوري الألماني، وأعتقد هيبقى انتقاله قريب جدا جدا لأحد الأندية الكبرى، إذا كان ريال مدريد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان أو السيتي خلال السنوات اللي جاية. لكن خلينا النهاردة في فقرة تكتيك نتكلم على أهداف فريق دورتموند. كان بيلعب يونيون برلين، ويمكن كان مباراة يمكن في الشوط الأول كل قال خلاص دورتموند 3-0 الأمور يمكن انتهت بشكل كبير، لكن رجع طبعا يونيون برلين أحرز هدفين، وكانت مباراة يمكن في اللحظات الأخيرة مباراة كبيرة جدا، لكن في النهاية فاز دورتموند بنتيجة 4-2. هنشوف مع حضراتكم الأهداف ونتابعها من خلال طبعا ده الهدف الأولاني. أول حاجة يعني دورتموند بتلعب، عايزين نتكلم على التشكيلة اللي يمكن من خلال الهدف بنتكلم على بيلعبوا 4-3-3. نتكلم على اثنين سرد باكين واقفين بشكل مميز، الباكين فاتحين بشكل مميز، ثلاثة وسط الملعب منهم اللاعب اللي عليه الدايرة في النص ده لاعب ده لاعب الارتكاز. لكن خلينا نتكلم كمان على الاثنين اللي في نص الملعب اللي عليهم علامة اللايت دوت، يعني انتشار ولا أروع. وزي ما بقول لحضراتكم دورتموند من الفرق القوية، عندها مهاجم كويس، لكن كمان لما بنتكلم على هدف بنتكلم على الأول الهدف بيجي إزاي، انتشار الفريق عامل إزاي، انتشار على مستوى عالي جدا، في كورة طويلة بين المقاس بتتحط للرايت والليفت وينج، يعني طبعا بيستلم الكورة بشكل أكبر من رائع، احتفاظ على الكورة، دبل باص سريع جدا، ولكن سرعة البديهة وسرعة التسديدة ومكان التسديدة اللي رافائيل بيسددها من زاوية صعبة جدا 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 برجليه طبعا الشمال بتروح في سقف المرمى أو في العرضة أو في الزاوية البعيدة شكل أكتر من رائع، وده اللي زي ما بقول لحضراتكم عليه، في مهارة في التسديد، في كمان ردود أفعال سريعة، كرة بتتلعب في استلام كويس، في ناس بتيجي عشان تساعد الراجل في موقف صعب جدا، بتتحط الكرة واستخدام المهارة الفردية والتفكير السريع وإنهاء التسديدة بهذا الشكل الرائع، رافائيل بيحرز الهدف الأول لدورتموند. لكن قبل كمان الهدف التوزيع أو انتشار الفريق هو ده اللي بيساعد حتى على بناء الهجمة، انتشار أكتر من رائع، اتنين سرد باكين المسافات ما بينهم بعيدة، الباكين الباك اليمين والباك الشمال على طرف الملعب، ثلاثة وسط الملعب مش اتنين أو ثلاثة موجودين في منطقة فيها 5 متر، لا ده واحد اللي هو رقم 6 متواجد عشان ممكن يستلم الكرة، والاثنين التانيين طايرين في الجزء الأمامي مع هالاند اللي واخد السرد باكين وطرفين ملعب فاتحين بشكل كويس، كرة بتروح، تمركز أكتر من رائع، استلام أكتر من رائع، في دبل باص وفي نهاية قوية جدا بتسديدة رائعة من زاوية صعبة جدا، وده الهدف الأول رافائيل طبعا لفريق دورتموند. نشوف الهدف الثاني. تاني زي ما بنقول فريق انتشاره جيد جدا جدا فريق دورتموند، الكرة بتتلعب بشكل أكتر من رائع. طبعا زي ما بقول لحضراتكم هو فريق دورتموند مميز جدا بالحالة الهجومية، نقف عند الجزئية ديت ونشوف إن في الموقف ده في موقف 6-6، يعني 6 لعيبة من دورتموند مقابل 6 مدافعين من يونيون برلين، لكن المساحة الفاضية إزاي إن هالاند ده بيخش جوه، ما جاش هنا عشان يقفل المساحة على الباك المتقدم من ناحيه اليمين، فداخل بقى راس حربه تاني متواجد، يبقى في 2-2 في ال 18 مع مساحه فاضيه يقدر فيها ينقل الكوره من الجبهه اليسرى بسهوله جدا للجبهه اليمنى، ده شيء مهم جدا للتحرك من غير كوره. طبعا اتحرك في الجزء في المساحه الفاضيه، كمان نقف عند دي كمان، و الكروس اللي بيطلع من الراجل هو كمان شايف كويس قوي، هالاند بيتحرك زي السهم رايح بعد ما الكرة راحت ناحية اليمين، اتحرك بشكل أكتر من رائع ما بين السردباكين، يعني ما راحش كمان سلم نفسه للسردباك، أو مهم جدا التايمينج ما بيروحش كمان من بدري ويقف يستنى، لا ده تايمينج علشان ياخد الجامب بتاعه، دايما يعني دايما بيكون في أدفانتج للمهاجم لما بيكون رايح للكرة وهو بيجري، لكن مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم
ارتفاع طبعا هو كده كده عنده قامة طويلة جدا، لكن البوزيشن اللي بياخده بياخد بوزيشن على أعلى مستوى ما بين السردباكين، وبيطلع بيحط الكرة بشكل أكتر من رائع. هالاند من اللعيبة المميزة جدا على مستوى التسديد باليمين بالشمال، ضربات الرأس، على مستوى كمان الأسيست لاعب أكتر من رائع، وده كان الهدف الثاني لدورتموند. نروح للجول أون جول، ده الهدف الثالث لدورتموند. زي ما بقول لحضراتكم تاني، انتشار جيد، يعني دايما ببص انا بدايه الهدف بتبقى ازاي، انتشار جيد. عشان تبني هجمه لازم يكون الانتشار جيد في الملعب، ولازم يكون في ريتم، عدم البطء، عدم التفكير، يعني تاخد وقت عقبال ما تفكر وتمسك كوره مره واثنين وتبدا تبص، لا، ده اللعيبه على مستوى عالي جدا في بناء للهجمه، في هدوء لكن كمان في ريتم كويس. طبعا بدات من عند السردباك للباك يمين، مراوغه عاديه جدا، ولكن في زي ما بقول لحضراتكم في ديناميكيه في الحركه، في اداء في الحركه. نقف عند النقطه ديت ونشوف السبرنت اللي قطعه هالاند، بيتكلم في سرعه 30 كيلومتر في الساعه، بيقطع سبرنت، هو بيقطع سبرنت كمان على اساس انه لازم يتواجد في المنطقه اللي لازم يكون موجود فيها، انك راس حربه بعد ما خرجت من البوكس بتاعك، ولكن الكوره لازم تتواجد بسرعه جدا، سرعة كبيرة جدا من هالاند، وصلت ل 30 كيلومتر في الساعة، سرعة كبيرة جدا. نكمل الصورة، نقف عند هنا كمان النقطة ديت، خلاص هو الراجل عمل زي ما بقول لك، قطع مسافة كبيرة جدا توصل ل 70 متر بسرعة 30 كيلومتر في الساعة علشان يكون متواجد في النقطة دي. لو هالاند هعمل عليه برضو اللايت دوت، لو هالاند دوت مش موجود في المنطقة ديت، لو مش موجود في المنطقه دي، اعتقد السردباك كان هيكون مستريح جدا جدا، واعتقد كمان رقم 6 ده كان هيكون مستريح. لكن وجود هالاند في المنطقه ديت، وجود كمان 3 لعيبه او 4 لعيبه من دورتموند، وكمان في لعيب كمان واقف للريبوند هنا موجود في المنطقه ديت، حتى لو سردباك او كره طلعت، كمان في لاعب مميز هنا مكمل مع الهجمه بشكل كبير. فعندك وينج مين بيعمل الكره بالعرض، عندك راس حربة، عندك اتنين موجودين غير الريبوندي الموجود تحت، فانتشار اكتر من رائع في، مش هقول لك كاونتر اتاك، في بناء هجمة، كرة بتتلعب راس حربة، لو طلع من ال 18 بيرجع سريع جدا بسبرينت وصل ل 30 كيلومتر سرعته في الساعة هالاند، وده الهدف لفريق دورتموند الهدف الثالث. اوكي، نشوف الهدف اللي بعده، تاني انتشار واضح جدا، بناء للهجمة بشكل هادي، مفيش استعجال، الدنيا ماشية كويس، مفيش، هو بينظمه. لكن النقطة اللي عايز أقولها لحضراتكم، دول طبعا واقفين ثلاثة فتح الملعب، زي ما حضراتكم شايفين فاتحين الملعب بشكل كويس قوي، وفتحة الملعب لازم تكون موجود. دول الثلاثة بتوع نص الملعب برضو، راس مثلث موجود مع اثنين متقدمين، مع ثلاثة، مع الأطراف اللي عليها السبوت اللايت دوت، ده مهم جدا انك فاتح الملعب بشكل كويس جدا. كل ده تقريبا 9 لعيبة، وهالاند اللي هيجيب الهدف مش ظاهر في الصورة دلوقتي، يعني لغاية دلوقتي ما ظهرش في الصورة. نكمل، طبعا انتشار اكتر من رائع، لكن النقطة اللي هنا، نقف عند النقطة دي، النقطة اللي هنا ان في سردباك المفروض لو في اخطاء دفاعية برضو بنتكلم عليها، السردباك دوت واقف موقف دفاعي غلط. ليه؟ لانه عارف امكانيات هالاند، عنده سرعة كبيرة جدا، فغلط جدا يقف والمسافة قريبة. المفروض زي ما الصورة كده حاطة، يقف في مسافة بعيدة شوية عن هالاند عشان ما يخشش في تنافس، ما يخشش في سباق سرعة، وبالتالي لو كان واقف في البوزيشن اللي هو التاني دوت، كان هيبقى بالنسبة له الكرة دي هتبقى اسهل له، لانه هيكون اقرب لهالاند. لكن خلينا نتكلم كمان على الباص اللي راح من السردباك، انه راح لهالاند في مساحة، هالاند عنده مساحات، عنده قوة، وبالتالي هنشوف، نكمل الصورة، عنده سرعة كبيرة جدا. نقف هنا كمان، عنده لمح الجول، يعني كل دوت هو حاسس بالمكان كويس قوي، كورة صعبة جدا، الكورة عاملة بند، وهو حاسس بالمكان وشايف حارس المرمى طالع من جوله، وبالتالي التصرف أكتر من رائع، بيحط الكورة بشكل أكتر من رائع، بيدل فعلا إن احنا قدام لاعب مميز جدا جدا على المستوى العالمي. هالاند من أفضل المهاجمين حاليا على مستوى العالم، نجم كبير جدا جدا جدا. زي ما بقول لحضراتكم، ده اللي بنستفيد منه من التكتيك، بنشوف أهداف جميلة بنفرح بيها، لكن كمان بنشوف
امكانيات اللعيبه، بنشوف اخطاء المدافعين، بنشوف انتشار الفريق عامل ازاي، ازاي تجيب جول من يمكن من كوره واحده واصله ما تكونش مش واصله لراس الحربه، واصله لمساحه، لكنك عارف امكانيات الفرقه اللي بتلعب او زمايلك اللي بيلعبوا عنده سرعات ونهايه اكتر من رائعه. يعني بنستفيد جدا جدا من التكتيك دوت على المستوى الفني، بنتفرج ازاي الناس ديت بتوصل للكوره، بتوصل لهذا المستوى من الاداء، من اللياقه البدنيه، من التفكير، من سرعه التصرف، من خلال اهداف جميله بنشوفها في الدوريات الاوروبيه. دي كانت نهايه فقرتنا النهارده من برنامج المحترف، ان شاء الله باذن الله ألقى حضراتكم يوم الاثنين اللي جاي في نفس الميعاد، ويوم جديد من ايام المحترف.